يا صباح الخير وجمال وسعاده على كل حضراتكم سيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، واهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي بادينها بفرحه. وامبارح كل العالم العربي الحقيقه كان في حاله فرحه عارمه وبشكل استثنائي يتماشى مع الحدث الجلل اللي حصل. المغرب بتكتب اسمها واسم منتخبها في كتب التاريخ بحروف من نور. امبارح كلنا شهدنا حدث ما بيكررش كتير، الدولة العربية الأولى على الإطلاق اللي يعني بتوصل لمرحلة دور ال 16 ثم دور الثمانية، المغرب مع الثمانية الكبار. مليون مبروك لكل مغربي بيتابع حلقتنا النهارده، صباح الفل عليكم وصباح العسل عليك. صباح النصر صباح طبعا، هنقول صباح النصر لدولة المغرب. كلنا طبعا كعرب تقريبا كنا بنشجع المغرب وحاجة كانت محترمة جدا. واللي عاجبني يا كريم كمان مش فكرة إن المغرب تكسب وإحنا دولة عربية وإن إحنا يعني نفسنا إن إحنا بقى وأول مرة في التاريخ أصلا تحصل، لا الفكرة كلها ان انت ناس كتيره كانت معتقده ان المغرب مش هتقدر اصلا تعدي يعني الخطوه بتاعت اسبانيا. وانا بحب جدا التحدي، لما يجي حد يتحداك حتى لو هو اكثر منك قوه او انضباطا او 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 الى اخره، بس انت واثق في نفسك وبعدين تحقق ده على الارض وتسكت كل الناس اللي هي كانت بتقلل من شانك. انا بشوف ده بجد قمه القوه والنجاح، وده اللي المغرب عملته. ناس كتيره امبارح لما جينا قلنا توقعات غير الوطن العربي، معظم المحللين الرياضيين اللي تحدثوا عن توقعاتهم لهذه المباراه قال لك طبعا بنسبه اكبر اسبانيا هي اللي هتفوز، ولكن قد كان العكس، لان بجد منتخب المغرب منتخب محترفين. انت لو هتيجي تتكلم عن كل اللي لعيبه طبعا لعيبه على اعلى مستوى طبعا. كلهم بيلعبوا في نوادي يعني كبيره جدا وكبرى في اوروبا، فمعظمهم مش كلهم طبعا، بس حاجه محترمه. وتاني هقول فكره ان انت تعدي التوقعات، انا بحترم قوي الناس دي، فالف مبروك علينا. مش هقول الف مبروك على المغرب، الف مبروك علينا ونتمنى المزيد من المغرب. وفاكر لما احنا كنا قلنا في اول تقريبا من اسبوعين الكلام ده، لما كنا بنتكلم طبعا كان هزار يعني، بس لما اتكلمنا عن كان في واحده بتاع التوقعات وفلك وحاجات كده أيوة. في منتخب عربي هو اللي هيصعد، في منتخب عربي هو اللي هيكمل، وقد كانت لحد دلوقتي كلامها. ولان قوي ما بامنش طبعا بالكلام ده، بس يعني اوقات بتصدف بصراحه. يا سلام بقى، انا هودي لو الكلام يعني يحلو اكتر والمغرب تعدي كمان وتتصعد للدور اللي بعد كده عشان الشرف يزيد والفخر يزيد والسعاده تزيد. احنا على فكره حضرات ما بنحسش، كنا بنقول كده من كام حلقه، ما بنحسش حتى بالعروبه نفسها غير في مواقف زي كده. يعني امبارح حقيقي صعب الواحد يحدد مين مغربي مين تونسي مين مصري مين جزائري مين قطري مين خليجي. الفرحة واحدة وفي كل البيوت العربية، رغم ان يا رب يديمها يا رب. رغم يا كريم ان اسبانيا من البلاد اللي العرب بيحبوها طبعا. يعني تلاقي ناس كتيرة جدا، ومصر كمان علاقات حلوة وشعوب قريبة مننا واحنا بنحبهم هم بيحبونا، لكن ما فيش الكلام ده. امبارح معظم من العرب كانوا مع المغرب، فهي دي الروح الحلوة. وكان من ضمن التعليقات قال لك ايه، قال لك الاندلس عادت لاهلها برضو على صعيد ان برضو ممكن يبقى في تاتش كده حساسيه ما بين المغرب واسبانيا. نفس القصه. على كل الاحوال اكيد هنتكلم مع حضراتكم النهارده وبالتفصيل عن ماتشات امبارح وعن الماتشات اللي جايه، وهنتكلم كمان عن النادي الاهلي والماتش اللي هيلعبه قدام غزل المحله. كل ده هنتكلم فيه في سياق الساعه الاولى وبرضو في جزء من الساعه الثانيه. بالمناسبه ساعتنا الثانيه هيكون معانا فيها اكتر من فقره حواريه. اول فقره هينورنا فيها كابتن احمد سلامه، هو مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق. وفقرتنا الثانيه هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو سعود، وهنفتح معاها ملف يهم كتير جدا من حضراتكم النهارده بقى، عشان اخر الاسبوع بيكون معانا كمان سؤال السوشيال ميديا. والنهارده بنسال حضراتكم رايكم ايه في اداء المغرب وتوقعاتكم كمان لمباراه ربع النهائي. يعني قولوا الاداء رايكم فيه ايه، وكمان لو عايزين تتكلموا في فنيات طبعا تمام، وقولوا توقعاتكم كمان لربع النهائي، ودي هتبقى الفقره اكيد الاخيره معانا النهارده. مش قادرين نتخطى الفرحه اللي احنا فيها وندخل مع حضراتكم على طول في سياق الكلام عن ماتش المغرب، بس اسمحوا لنا ان احنا قبل ما نتكلم يعني عن هذا الامر تعالوا نتكلم شويه عن ماتش النهارده مع المحله اللي هيكون لينا اكيد برضو كلام كتير عنه. ممكن جدا ناجله حتى ولو بشكل مؤقت للجزء الاول او الفقره الحواريه الاولى من حلقتنا النهارده، بس عايزين تاني وتالت ورابع نقول من هنا من قناه الاهلي من برنامج 10 الصبح في الاهلي مليون مبروك لكل الشعب المغربي لكل الجماهير العربيه في كل مكان. امبارح اسود الاطلسي منتخب المغرب العظيم حقق انجاز اقرب ما يكون للاعجاز
أول منتخب عربي على الإطلاق وفي تاريخ المونديال يصل لدور ربع النهائي في كأس العالم بعد ما أقصى الماتادور الإسباني بركلات الترجيح، طبعا بفضل تألق أفضل حارس في الليجا الإسبانية ونجم نادي إشبيلية ياسين بونو اللي عمل شغل رائع امبارح، وطبعا بفضل تألق نجوم كبار موجودين في أهم دوريات أوروبا منهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، يوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني، حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، كلهم كانوا نجوم، كلهم كانوا رجالة، كلهم عملوا اللي عليهم وزيادة، كلهم فرحونا وكلهم رفعوا راسنا لفوق. أنا بتفق معاك، يعني زي ما بتقال كده أسعدونا وكانوا عند حسن الثقة وحسن الظن، وكمان معهم مدير فني محترم جدا طبعاً. معهم مدير فني يعني حقيقي متألق جدا، لما تيجي تتكلم عن ركراكي وليد ركراكي قدر أن هو بجد يقفل كل مفاتيح الخطورة عند منتخب أسبانيا صحيح. يعني قدر أن هو زي ما بيتقال كده بلغة كرة قدم يحجم من تحركات كذا لاعب منهم طبعا سامسو وجافي وبيدري وموراتا، كل دول كانوا خطورة أو بيمثلوا خطورة على المنتخب المغربي، ان هو قدر ان هو كمان يغير طريقة اللعب خلال المباراة، يعني حاجة كانت محترمة جدا عشان بقى يقفل تماما على مفاتيح الخطورة عند كمان لويس انريكي أيوة. فشفنا ده ولمسناه بشكل كبير جدا، وتغيرات كمان لو هنتكلم على التغييرات كانت كلها مميزة بصراحة، يعني فكرة هنا ان هو يحسب فعلا للاعيبة او للاعيبي كل المغرب، الجانب كمان البدني الكبير كريم المتميز اللي كان عندهم طبعا. كنا طبعا. شوية بنتكلم في ده امبارح انا فاكرة، بس فعلا كانوا عند حسن الظن زي ما بيتقال، فمبروك لينا جميعا. وامبارح كمان هنأكد على فرحة المصريين تحديدا، هنتكلم على نفسنا يعني مصر كلها كانت فعلا موجودة والناس كانت سعيدة جدا ان هم عندنا منتخب عربي قدر ان هو يشرفنا بهذا الشكل. تعالى بقى على الصعيد الثاني، ان كان في برضو ماتش عشان ما انساش الماتش الاخر اللي كان يعني تقطيع بجد والله. المونديال ده في حاجة مش طبيعية بس حلوة، عارفة في حاجة مش طبيعية بس هي حلوة عجبانة برضو. يعني بتشوف منتخبات بهاي سكور بتطلع على منتخبات أو بتصعد على منتخبات وبتفوز بجد، برضو منتخبات تقيلة. يعني اتكلمنا عن البرتغال والسويسرا، لا ماتش نقدر نقول عليه يعني البرتغال فعلا اكتسحت امبارح سويسرا طبعا. يعني طبعا. حاجة كانت، مع إن سويسرا برضو مش منتخب تقول عليه هين، يعني كانت ناس تيجي تحط مثلا كوريا بتيجي تتكلم عن اليابان وتقول سويسرا، لا في برضو كفة أرجح عن سويسرا، لكن العكس كان هو الصحيح. انت شفت امبارح بجد تألق غير عادي من البرتغال، لا حاجه يعني بصراحه. بس هنرجع نقول انا من الناس طبعا اللي بحب البرتغال، بحب كريستيانو، فانا سعيده جدا بهذه النتيجه، لكن لسه مفاجآت المونديال مستمر دي طبعا. وجهه نظري لسه احنا مستمرين، ودلوقتي زي ما انت بتقول كده انت داخل على الجد بقى، خلاص ربع النهائي والموضوع صعب جدا، كل ما بتصعد كل ما الخطوره بتبقى ازيد، كل ما تركيز المنتخبات بتبقى اقوى واعلى، وهتشوف كوره بجد، هتستمتع بكره القدم بجد. فخلينا نشوف، بس يعني ما نقدرش حتى من دلوقتي نعمل توقعاتنا مين اللي ممكن يكون صاحب اللقب. ناس كتير قالت البرازيل طبعا، بس برضو مع او في ظل الظروف دي اللي احنا بنشهدها مع هذا المونديال صعب يا كريم. بصي يعني مش بس صعب، ده يعني يكاد يكون مستحيل في ضوء النتائج اللي بتحصل، ارجنتين ولا فرنسا كده. ولا البرتغال ولا ايه بالظبط، لا كله متالق بصراحه جدا جدا. طيب تعالوا بقى نروح لتصريحات عريس الماتش امبارح الحقيقه ياسين بونو بعد المباراه واثناء يعني المؤتمر الصحفي، كان ليه مجموعه من التصريحات قال فيها الحمد لله وان شاء الله نستمر على هذا الوضع، وقال حين تكون في المرمى لابد وان تكون في كامل تركيزك، لا استطيع وصف الشعور، والحمد لله على التاهل، قدمنا اداء مميزا ونسعى لتكرار الانجازات بشكل مستمر في المباريات المقبله. وده على فكره اللي كلنا بنحلم بيه وبنتستناه وبنتمناه، وتاني نرجع ونقول منتخب المغرب رفع سقف توقعاتنا ورفع سقف طموحنا، وخلاص بقى عندنا دليل مادي ملموس، مش مجرد كلام مرسل في الهواء، لا عندنا منتخب عربي مشرف دخل ضمن قائمة الثمانية الكبار، مش بس الكبار، الأكبر على الإطلاق في فعاليات هذه النسخة من المونديال. كل التوفيق يا رب لمنتخب المغرب إن شاء الله. كمان في تصريحات كانت من ركراكي، احنا بنجيب لحضراتكم يعني أهم وأبرز التصريحات كانت عقب المباراة بالأمس، وقال تحديدا كده يعني قال لدينا لاعبين على أعلى مستوى يمتلكون روح وثقة في أنفسهم، وقت لهم منذ البداية، إننا لم نأتي إلى هنا لنلعب ثلاث مباريات فقط، وأضاف كمان لدينا عائلة و
أهلنا إلى الدور المقبل، وهذا هو المهم. الشعب بأكمله كان مجتمعا وكانوا معنا. وكمان أضاف أهم شيء حاليا أننا نجحنا في إسعاد الجماهير المغربية في كل مكان، ونعلم أن جميع العرب في سعادة الآن. أنت فعلا يعني تصريحك مظبوط. يعني وليد الركراكي تصريحك مظبوط، أنت لم تسعد فقط المغاربة، أسعدت العرب كلهم حقيقي. خلينا ناخد على التليفون على كل حال يعني من المغرب الأستاذ عبد العزيز بلوبدالي الناقد الرياضي. يا أستاذ عبد العزيز بونجور، وألف مليون مبروك حقيقي. بونجور، وكل تحية لقناة الأهلي والزملاء الكرام وشعب مصر العظيم. قناة الأهلي وكل القائمين عليها وكل العاملين فيها وكل منسوبي النادي الأهلي المصري بيتوجهوا لحضرتك ولكل الشعب المغربي الشقيق بيعني كل التحية والتقدير والتهاني. اللي حصل ده حدث جلل، كنا بنقول كده من شوية، وأمر غير مسبوق بالمرة، فأكيد بيبقى له انعكاسات عندكم. فخلينا نعرف من حضرتك أستاذ عبد العزيز فرحة الشعب المغربي بهذا الإنجاز وتوقعاته لما هو قادم عاملة إزاي؟ أنا أتمنى أنكم تكونوا شفتوا فيديوهات أمس جلالة الملك محمد السادس هو يجوب بسيارته الخاصة شوارع مدينة الرباط ولابس القميص قميص المنتخب الوطني ويشارك الجماهير فرحة التأهل. هذا دليل وإشارة قوية على أن التأهل المنتخب المغربي أدخل الفرح للملايين المغاربة والعرب والأفارقة. وإحنا تابعنا التغطية الإعلامية المصرية الممتازة جدا، وحسينا وشعرنا بالمصريين وما يفرحون، وكأن منتخب طبعاً هو الذي يحقق هذه النتائج. وهذا ليس غريب عن أم الدنيا، مصر كانت دائما تقود العرب وتقود الوطن العربي. فألف ألف شكر لمصر ولكل الدول العربية. أستاذ عبد العزيز بقى خلينا نتكلم في اللي جاي. يعني إحنا لحد دلوقتي فخورين جدا بما يقدمه المنتخب المغربي على الأرض، فخورين باللعيبة، فخورين بالركراكي هذا المدرب اللي هو ما يعتبرش كبير في السن، يعني 39 سنة برضو سن أعتقد مناسب، لكن خبرة عالية جدا. خلينا بقى نتكلم في اللي جاي وربع النهائي وهذا التألق والتأهل، متوقع إيه حضرتك برضو كناقد رياضي؟ هتشوف اللي جاي إزاي؟ إيه النصايح اللي بتقدمها لمنتخب المغرب علشان برضو يبقى يحقق نفس المستوى لو حققه في البداية؟ أكيد نتفق على شيء مهم، وهو أن المنتخب الذي يفوز على بلجيكا يعني من القوة العظمى في كرة القدم العالمية، يفوز على كندا، يفوز على إسبانيا، يحرج كرواتيا، فهذا المنتخب قادر على تحقيق أي نتيجة أمام أي منتخب كيفما كان مستوى بتاعه. المنتخب المغربي كان ينقصه منذ زمن طويل اللعب بالروح العالية، الروح القتالية بين قوسين. المنتخب المغربي افتقد هذه الميزة منذ السبعينات والثمانينات، حيث كان يتواجد أسطورة كرة القدم العربية أحمد فرس الذي نتمنى له بالمناسبة الشفاء إن شاء الله، ونفتقده كثيرا في هذا المونديال. أحمد فرس غني عن التعريف. قلت أن الميزة اللي أضافها وليد الركراكي للمنتخب المغربي هو أنه نجح في خلق روح العائلة بين اللاعبين. هذا كنا نفتقده كثيرا فيما سبق. ثانيا تكلمتم عن السن الصغيرة بتاع المدرب وليد الركراكي، هذه ميزة إضافية لأنه قريب من اللاعبين، يفهم عقليتهم طبعا. هو لاعب كلاعب تكون في أوروبا في فرنسا، وكمدرب تكون في المغرب. وتذكرون معي أن أول مهمة تأطيرية كانت له كانت في 2014 في نادي الفتح الرباطي اللي حقق معاه في السنة الأولى إنجاز تاريخي، يعني الفوز بالكونفدرالية الإفريقية وكأس العرش، ثم انتقل إلى الوداد إلى قطر، بعدها الوداد اللي حقق معاه فوز كبير في عصبة الأبطال، وأمام من؟ أمام نادي القرن نادي الأهلي. فكان من الضروري ومن يعني أن تمنح له فرصة قيادة هذا المنتخب الشاب،
ورأينا كيف أن لاعب مثل حكيم زياش اللي كان يعني مغضوب عليه في الفترة السابقة من المدرب واحد خليل الزيج، كيف استرجع روحه المعنوية العالية طبعا، وكيف يبذل كل جهد طيلة دقائق المباراة عمر المباراة. فوليد الركراكي نقطة القوة اللي نحن نقرها له وأنه قريب من اللاعبين، يحبهم، يعطيهم حب كبير، وبالتالي احنا كبشر الذي يعطيك الحب ضروري انك تبادله نفسك اكيد. والنقطه كمان ان هو محلي، يعني لما تيجي تتكلم عن المنتخب ومعاه مدير فني محلي بتفرق جدا لما تبقى بتتكلم عن المنتخب معاه مدير فني اجنبي. احنا نتمنى كمان هذه التجربه زي ما نجحت معانا في مصر قبل كده تكرر مره ثانيه، يعني اعتقد دي بتبقى نقطه قوه وفيها انتماء زي ما حضرتك تحدثت بشكل كبير. وفي زميلتي المحترمه في نقطه اضافيه، ان لاعبي المنتخب المغربي يعني 90% منهم تكونوا في اوروبا في بلدان مختلفه في اوروبا، هولندا، انجلترا، اسبانيا، فرنسا، وكل واحد منهم يتكلم لغه البلد اللي نشا فيه. وليد الركراكي يتقن هذه اللغات كلها، فغير محتاج انه يعتمد على مترجم يكلم يتحدث مع حكيم زياش مثلا بالهولنديه، يتكلم مع أشرف حكيمي بالإسبانية. فهذا كانت إضافية طبعا. بالنسبة للمباراة يوم السبت المقبل ربع النهائي إن شاء الله أمام البرتغال، أولا رسالة إلى لاعبي الفريق الوطني أنهم لا يغترون بهذا المسار الذي قطعوه في المونديال. يعني الفوز على إسبانيا أو بلجيكا يجب أن لا يكون سبب للتعالي او الغرور. صح صح. لازم يبقوا مركزين على المباراه القادمه. وبحول الله يعني البرتغال احنا كنا فزنا عليها في مونديال 1986 ب3-1. ان شاء الله يتكرر هذا الامر باذن الله في اللقاء القادم. ان شاء الله انهزمنا امامنا في 2018 باخطاء تحكيميه فظيعه. فاليوم ان شاء الله عندنا من لاعبين من المقومات اننا نكون الند للند، ولما لا يستمر الحلم اللي يتكلم عليه وليد الركراكي. ضروري حضرتك يا استاذ عبد العزيز تكون عارف بل ومتاكد ان ده مش حلمكم فقط كمغاربه، ده حلم العالم العربي كله. احنا بنتمنى لكم أكيد كل النجاح وكل التوفيق ان شاء الله. مليون مبروك على اللي فات، وان شاء الله نقول لكم مليون مبروك على القادم. شكرا لك يا استاذ عبد العزيز، نورتنا. شكرا لقناه الاهلي وشكرا لمصر الغاليه. شكرا، انا شفت الفرحه في الشوارع وفي المقاهي. شكرا من القلب. طبعا طبعا، شكرا لحضرتك. مليون مبروك. احنا معانا مكالمة أخرى. ما مش كفاية برضو المكالمة دي، ما طلعتش كل الفرحة اللي جواها. اتفضلي. خلينا ناخد برضو الأستاذة سعاد محمد الصحفية المغربية، وبرضو لازم نقول بونجور ونقول ألف مبروك علينا يا أستاذة سعاد، قدمتوا حاجة محترمة بجد للعالم كله فعلا. صباح الخير، بونجور بونجور مليون بونجور. ديما المغرب ديما. ايوه طبعا طبعا طبعا، كل العالم العربي كان بيهتم باسم المغرب امبارح، واكيد حضرتك لمستي ده بنفسك. استاذه سعاد، اكيد حضرتك على درايه كافيه بحجم المحبه المتبادله بين الشعبين، بين الشعب المصري والشعب المغربي. اعتقد ان لو حضرتك تابعت امبارح ردود الافعال المصريه، البرامج الرياضيه المصريه، اكيد حسيتي ان فرحتنا وكان منتخب مصر هو اللي فاز. جدا 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 والله. انا امبارح تابعت البرامج وتابعت الشعب المصري وتابعت الفنانين، فنانين ما شاء الله، فنانين لايف وبيتفرجوا برضو، كل الشعب المصري كله 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 عمال بيشجع امبارح في المغرب، كأننا احنا واحد عموما. يعني طبعا طبعا، احنا بلد واحده، ما اعتبرش ان في بلد غير، لا احنا بلد واحده. امبارح كان في حب ود، انا جوزي امبارح كان بيتنطط، محمد عصام ناقد رياضي، ما اتفرجتش عليه، كنت بسمع الماتش عشان مش قادره، ما عنديش مش قادره ان اتفرج، خلاص نفسيتي تعبت، وهو عمال يتنطط، قول يا سعاد يا سعاد ما تيجي يا سعاد تفرجي، يا رب ديما الفرحه عليكم يا رب دايما.
رغلي ضغط امبارح مش قادر، قال لي خلاص انا بصي انا خلاص وصلت الاخر مش قادر، في الاخير هو بيعيط وانا بعيط، طب خلاص بنقول لهم يا جماعه خلاص ضربت ضربات جزاء بس خلاص اربحوا اكسبوا انتوا بس خلاص ريحونا خلاص 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 كفايه علينا كده. هو بيقول لي ليه يا سعاد ما تقوليش كده يا سعاد بس استاذه سعاد انت المصري بتاعك ما شاء الله كانك هنا معانا من المهندسين يعني صح؟ ولا انا غلطانه؟ لا بس بجد حضرتك بتيجي مصر كتير بقى حبيبتي. انا مقيمه في مصر مقيمه اصلا هنا. طيب حب بقالك كام سنه استاذه سعاد؟ بقالي 10 سنين. طب ده احنا نتقابل بقى، لازم نتقابل نحتفل اكيد ان شاء الله. اكيد احب بس حاجه، احب بس اشكر جلاله الملك محمد السادس والشعب المغربي. في ناس سافرت لقطر وتحملت يعني تعب السفر، وفي ناس كانت بتبات في الشوارع علشان تحضر المباراه بتاعت المغرب. والصوت بس بيتقطع. لا لا سامعينك، سامعينك كويس يا فندم اتفضلي. والشعب احب اشكر الشعب الاكيد المصري والمغربي والعربي، الشعوب العربيه كلها، واكيد اكيد ولازم اشكر الامير تميم والشيخه موزه، ويعني يعني واشكر اكيد معلش شكر كتير. لا اتفضلي. المدير الفني اللي جمع اللاعبين العالميين المغاربه في كاس العالم، خلوهم يشاركوا في كاس العالم. واكيد اكيد برضو احب اشكر المدافع القوي المرابط امبارح كان ليه دور غير طبيعي في الماتش، كان ليه دور قوي جدا 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 جدا. اكيد حكيم زياش واشرف حكيمي واللاعبين كلهم يعني كلهم طبعا طبعا. بس عندي معلومه احب بس اقولها. اتفضلي. اول تسميه اسود الاطلس اللي اتسمى اسود الاطلس هو صحفي كبير عندنا مغربي، هو صحفي رياضي اسمه السيد كمال لحلو. هو اول واحد اطلق لقب على اسود الاطلس، وكان على مسمى بصراحه دي حقيقه. استاذه سعاد المغرب الماتش الجاي بقى، الماتش الجاي نتفق ان شاء الله كده نحاول نلم الجاليه المغربيه اللي هنا نتفرج كلنا مع بعض، والله ده شيء هيبقى بيسعدنا كلنا، وربنا يوفقنا بقى في اللي جاي باذن الله. بنشكرك جدا جدا والف مبروك. شكرا ليكم. كان توقع الصح قلت لك ليما فزت المره اللي فاتت. شكرا لكم. تسلمي يا استاذه سعاد مع الف سلامه. شكرا لحضرتك. يا رب يديم الفرحه ويا رب بيكررها وخلاص. خلي والله الواحد سعيد فعلا. بصي يعني هو كنا لسه بنتكلم برضو في النقطه دي، فكره ان انت تبقي الاول يعني مش عامله حسابك قوي او مش متوقعه قوي ان في عندك منتخب عربي ممكن يوصل عموما لاول تصعيده حتى في الفعاليات، فلما بيحصل وكلنا فرحنا لما حصل مثلا شفنا المنتخب السعودي واللي عمله مع الارجنتين ثم المنتخب المغربي واللي بيعمله حتى هذه اللحظه، لا حاجه حلوه ويا رب يديم الفرحه علينا كلنا يا رب ان شاء الله. احنا مش هنكتفي برضو بالمكالمات دي، احنا لازم نكلم صديقتنا بقى العزيزه. أيوة. اللي كانت معانا من اسبوعين كمان وبدايات المغرب والتوقعات، واستاذه حنان الشفاعه الناقده الرياضيه المغربيه وصديقتنا العزيزه. يعني انا سعيده ان انا النهارده بقول لك الف مبروك علينا، ويا رب ارجع اقول تاني الف مبروك علينا استاذه حنان. صباح الخير حبيبتي جميلة، صباح الخير زميلي كريم، والأكيد أن وجهكم وجه خير على المنتخب المغربي والكرة العربية، بحيث أن المنتخب الوطني يمثل كل العرب. ولهويد كلامك في الحلقة الماضية اللي كنت معك فيها ترك الأثر البالغ في المغاربة، عندما قلت بالحرب نتمنى أن يفوز منتخبنا ونتمنى نصعد، نتمنى نتأهل، والأكيد أن الداخل الوطني وليد الرجلاني في رعاية الأسود حققوا آمال كل العرب وكذلك المغاربة إلى طبعا الربع كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور. الأكيد أن الطموح ما زال كبيرا والأحلام ما زالت كبيرة من أجل تجاوز دور الربع والوصول إلى أبعد نقطة
في مونديال العرب مونديال قطر 2022 الذي كان فعلا خيرا على الكره العربيه، والبدايه كانت مع المنتخب السعودي عندما انتصر على المنتخب الارجنتيني، منتخب الفرنسي عندما انتصر على حامل اللقب المنتخب الفرنسي، المغرب في دور المجموعات فازت على بلجيكا المصدر ثانيا عالميا، وتعادل مع كرواتيا وفي بطل نسخة روسيا، وكذلك الفوز على كندا والتصدر المجموعة الموت التي قلنا عليها جميعا، مجموعة الموت برصيد 7 نقاط الأكيد وإنجاز كبير لأسود الأطلس، والأحلام تواصلت والطموح كبير بالوصول إلى ربع نهائي المونديال، ونتمنى كما قلت لك فضيلتي أن تذهب إلى أبعد نقطة على اعتبار أن المنتخب المغربي هو الذي الآن يمثل العرب ويحمل آمال العرب. طبعا. قلت لكم زميلي كريم في البرنامج وليد الركراكي قال إلى قطر أنه لم يكتفي بالمشاركة فقط ولم يكتفي بعد 3 مباريات، بل سيذهب إلى أبعد نقطة، كان حلمنا فقط أن يتكرر إنجاز المنتخب الثاني، ولكن اليوم وليد الركراكي بمعية الأسود يحطمون إنجاز المنتخب 86 ويصلون إلى الربع. كانت مباراة بالأمس تكتيكية كبيرة من الناحية الفنية لوليد الركراكي، كانت ثلاثة دفاعية ناقشها المدرب وكذلك اللاعبين جديدة، وكانت صرامة تكتيكية صرامة دفاعية وصلت إلى ضربات الحظ أو إلى ضربات الأعصاب، تألق الحارس ياسين بونو، وليس غريب أن يتألق أمام الكرة الإسبانية ياسين بونو الحائز على أفضل جائزة في الدوري الإسباني الذي يعرف جيدا نجوم الكرة الإسبانية بما فيهم نجوم فريق برشلونة الإسباني في شكله نصيب الأسد آخر المنتخب الإسباني، الإطاحة بمنتخب آخر اللي هو أوروبي منتخب إسبانيا كان مرشح أيضا للقب الأكيد، تفتح شهية الأسود كيفما قال وليد الركراكي ما زلنا متعطشين في أي مباراة بعد نهاية المباراة اللاعبين واش مازال بمعنى ما زال فيكم الجوع، الأكيد أن جوع اللاعبين متعطش الى الانجازات متعطش الى الانتصارات، وتحيه الى اسود اطلس اغلب اللاعبين بعد الاصابات بالرغم ان الاصابه كل اثر على انه يلعب وكل اثر على انه يمثل الكره العربيه، كانت بالامس فرحه عارمه ماشي فقط في المغرب من طنجه الى الكويره، ولكن كانت من المحيط الى صحيح شارك الجمهور والشارع الرياضي فرحة خرج مرتديا قميصا المنتخب الوطني وحاملا للرايه المغربيه، وشاركنا الفرحه كانت فرحه كبيره والانجاز هو اجزاء الملك واجزاء لكل عربي، شكرا للشارع المصري، شكرا للجمهور المصري، شكرا للاعلام المصري الذي وقف معنا وقفه رجل واحد وساند الاسود، والله نلمسه في كل شخص من الشعب المصري ان المنتخب المغربي فعل مثل مصر، وهذا هي هي كلها مشاعر يا استاذه حنان خارجه من القلب، يعني خليني اقول لحضرتك هي ما بتبقاش دور واجب او حاجه، فعلا احنا كل اللي حضرتك قلتيه ده خارج من القلب، وفرحونا بقى في الربع النهائي باذن الله وتكوني معانا، وحاولي بقى تيجي مصر كمان تزورينا، يعني خلينا كده نبقى على تواصل باذن الله وتيجي عشان نحتفل، مش بس تيجي زياره عاديه يا استاذه حنان، باذن الله كل التوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا استاذه حنان الشفاء صديقتنا والزميلة الناقدة الرياضية، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة، وبنبارك لنفسنا مرة كمان. بس قبل ما نعدي النقطة دي يا كريم أنا عايزة أروح معاك ليه سريعا جدا، لأن أنا بحب أشوف برضو العالم بعد حدث كبير بيقول عننا إيه، ده مهم قوي. أروح معاكم لصحيفة أس الإسبانية قالت إيه، بص المنشطات الإسبانية تحديدا قالت لك إيه، إسبانيا تموت كما حدث في روسيا، لعبت الألف تمريرة بتصطدم بجدار. لا لسه ده في منشطات أقوى كمان، صحيفة
فونديو دي بار قالت إسبانيا تودع بركلات الترجيح والمغرب تصنع التاريخ، وده حقيقي. صحيفة ماركا الكبيرة طبعا الإسبانية من أكبر الصحف هناك، عنوانها كده قال: بعد وداع منتخب بلادها لمنافسات كأس العالم في دور الـ16 فشل إسبانيا، المغرب يرسلنا إلى الوطن. حصل يعني في شفافية هناك، محدش بقى طلع قال لك لا احنا اتظلمنا، لا احنا مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. هو كان في تألق من الجانب المغربي وكان في عدم تألق من الجانب الاسباني، مش هنقول عدم تألق قوي ولكن ما كانش في توفيق، خلينا نقولها بهذا الشكل. المنتخب المغربي قدر ان هو يثبت جدارة اكبر بشكل كبير حتى لو الماتش انتهى. احنا على فكره امبارح انا مش توقعت ان هي هتبقى ضربات ترجيح، فاكر؟ أيوة، انا قلت ربما هذا الماتش ينتهي بضربات ترجيحيه، يعني مش خبيره يعني، بس ده كان احساس بيصدف احيانا. بس الحمد لله ان احنا عدينا هذه المرحله، نتمنى كل التوفيق. وقلنا تاني ربع النهائي كريم اشد صعوبه، اشد طبعا. او جديه طبعا. وموضوع هيبقى اصعب بكتير، بس طول ما انت عندك ثقه، طول ما انت عندك ايمان، طول ما انت جاهز كمان عندك جاهزيه، مفيش حاجه اعتقد ان هي ناقصاك. والمغرب تحديدا كمان محظوظه ان انت بتتكلم على كاس العالم اللي هو في دوله عربيه وملايين المشجعين والمشاهدين كمان موجودين، يعني انت بتتكلم عن المشجعين العرب في هذا المونديال تحديدا عددهم كبير جدا، فانت مش حاسس بغربه، مش حاسس ان انت بره اهلك، بالعكس انت كأنك بتلعب وسط المغرب ومعاك كل المشجعين وملايين المشجعين سواء في الاستاد او في العالم كله. فكل الخير ان شاء الله. طبعا الصعوبه مش بس هتزداد، دي هتتضاعف وهتتضرب في 50 مليون ضعف. ولكن الحقيقه اللي حصل حتى هذه اللحظه ان منتخب المغرب اثبت وبالدليل القاطع وبما لا يدع اي مجال للشك ان المستحيل ليس مغربيا. الأستاذة حنان الشفاع في نهاية الحوار التليفوني ما بيننا وما بينها كانت بتشكر ناس كتير قوي. احنا عايزين بقى احنا بدورنا، احنا اللي نتوجه ليكم بالشكر، احنا اللي بنشكر منتخب المغرب على الفرحة العارمة اللي فرحوها لنا، بنشكر منتخب المغرب عشان أكدوا لنا حاجة كان كتير جدا مننا متشككين فيها، فكرة إن احنا ما نقدرش، فكرة إن احنا ما نوصلش، فكرة إن احنا ما عندناش المقومات اللي تخلينا نناطح الكبار. لا، شفنا ولمسنا بايدينا وبشكل يمكن لفت انظار العالم كله، بعيدا عن ان احنا كعرب وكافارقه اكيد منحازين للمغرب بطبيعه الحال، لكن حتى الصحافه الاسبانيه نفسها العناوين انها ودت قالت لحضراتكم عليها بتؤكد، وهم الناس اللي هم لسه واخدين الضربه وهي لسه سخنه وطازه، دي كانت تعليقاتهم ودي كانت منشطاتهم في صحفهم المختلفه. شكرا للمنتخب المغربي انه رجع لنا الروح ورجع لنا الثقه. وبالمناسبه احنا اكيد مستنيين منكم المزيد ان شاء الله في الفتره اللي انت جاي. عارف برده يا كريم لما اجي اتكلم عن منظومه ناجحه بيكون في وراها شغل، يعني فكرة المغرب طبعاً. ان هو يصل لهذا المستوى او هذه المرحله من المونديال ده مش وليد الصدفه، مفيش حاجه وليده الصدفه أكيد. بالمناسبه أكيد. في حاجه اسمها ان منظومه كره القدم في المغرب منظومه فعلا ناجحه، رابطه الانديه في المغرب رابطه ناجحه، لكن الناس القائمين هناك على هذه المنظومه ناس ناجحه، في نظام، ما ينفعش يبقى فيه خلل، ما ينفعش يبقى فيه توتر، ما ينفعش يبقى فيه فساد، ما ينفعش يبقى فيه حاجات كتيره وبعدين تلاقي المغرب بهذا المستوى وبهذه المرحله، نيفر، عمرها ما هتحصل. فالبلد دي هذا المنتخب وراه شغل كتير، لو طبقت او تم تطبيق هذه المنظومه في دول اخرى هتلاقي نفس النتيجه اكيد. فهي دي النقطه، انت ما عندكش نقص لعيبه، ما عندكش نقص راس مال خالص، ما عندكش نقص خبرات، تقدر تجيب مدير فني من اي حته انت عايزه على فكره تقدر، بس انا بتكلم على منظومه كره قدم في بلد ما، هي دي المسؤولة بقى على نجاح المنتخب بتاعها. بصراحة احنا عندنا مشاكل، ده مش موضوعنا دلوقتي خالص، بس اكيد هيجي في يوم وهنعمل حلقة بعد المونديال عشان نتكلم عن نفسنا، لان احنا ما نستحقش ونكونش بجد موجودين في المونديال مع كل الاسماء الكبيرة اللي عندك في منتخب مصر. طبعا فرحانين بالمغرب، بس عندنا حتة كده، هو مصر ليه مش واقفة جنب المغرب في المونديال مثلا؟ صحيح، ما تدوسيش على الجرح بقى، والله ما تدوسيش على الجرح، اوقات لازم تدوس. سيبينا نفرح بقى من غير ما تنغصي علينا الفرحه، والله كان نفسنا كمان يعني. طبعاً. بس طبعاً. الموضوع زي ما بنقول هو طبعاً. منظومه علشان صحيح. تطلع لك نتيجه مظبوطه لازم يبقى في منظومه ماشيه بسيستم صح. ما علينا، نخش على المحل. ايه رايك بقى ان انا هرجعك بقى للدوري بتاعنا؟ طبعا انت مش عاجبك الكلام، هرجعك على الدوري. تعالوا بقى نروح لماتش النهارده، طبعا الاهلي وغزل المحله اللي هيكون ان شاء الله الساعه 5 العصر باذن الله في مسابقه الدوري اللي بدا الاسبوع السادس فيه امبارح تحديدا بمباراه البنك الاهلي مع النادي المصري اللي انتهت بالتعادل السلبي. طبعا مباراه فريقنا النهارده مباراه مهمه، وهنرجع تاني نقول ان اي مباراه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه هتلاقونا بنوصفها بانها مباراة
مباراة مهمة. ليه؟ لأن ضروري جدا في المرحلة دي إن احنا ما نفقدش أي نقاط أيا كانت الظروف والملابسات، ما فيش فرصة ضياع أي نقطة مننا بعد كده، وده أكيد هيكون أمر صعب نسبيا في ظل قوة المنافسة مع جميع الفرق، لكن كالعادة رجال النادي الأهلي إن شاء الله هيأكدوا لنا إن هم قدها وقدود. المباريات كلها خارج التوقعات، ويمكن أقرب مثال الحالة العظيمة اللي يعني عملها أو اللي عملها فريق غزل المحلة لغاية دلوقتي. ما تنسوش حضراتكم إنه بيحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط. بالتأكيد مباراة المحلة هتكون على ملعبها، مش هتكون مباراة سهلة، وأفتكر الموسم اللي فات إننا كسبنا المحلة في ملعبها في الثواني الأخيرة بنتيجة 3-2، وكانت المباراة وقتها صعبة جدا. أكيد اللقاء اللي هيجمع ما بينهم النهاردة لن يقل صعوبة، ولكن إن شاء الله الأهلي قدها وقدود. بس بجانب كمان الموسم الحالي لو هنتكلم عن فرقة غزل المحلة، هي بتقدم فعلا كورة كويسة، يعني كمان عندهم مدير فني يوناني رائع جدا. هم لعبوا 4 ماتشات فازوا في 3، فده معدل حلو جدا، كان على الإسماعيلي وأسوان واتحاد سكندري زي ما أنا متذكرة يعني، كلها برضو فرق جماهيرية يعني. فكرة إن هم يتعادلوا في مباراة واحدة كمان أمام المقاولون العرب، سجلوا 6 أهداف، استقبلوا هدفين، كان وقتها هدفهم يمكن أحمد الشيخ برضو لو إحنا فاكرين، سجل 3 أهداف، يعني لأ في شغل محترم. كمان مطلوب من لعيبه الاهلي على الصعيد الاخر ان هي تستغل حاله الفوز اللي بدانا بيها الموسم واللي كانت اكثر من رائعه، سواء في الدوري او حتى في كاس يعني السوبر او حتى بطوله افريقيا، يعني حاجه كانت محترمه. ونستغل عدد الانتصارات المتتاليه دي، 4 مباريات بتتكلم امام الاسماعيلي وبعدين اسوان وبعدين الداخليه واخيرا كان طلائع الجيش، سجلت من خلالهم 8 اهداف، يعني اعتقد اقوى هجوم في المسابقه لو انت هتقيم بقى كده. لا أقوى هجوم في المسابقة، استقبلنا بس 2 عشان تقدر أن أنت تكمل سلسلة الانتصارات. فأعتقد لحد دلوقتي إحنا ماشيين في خطة سليمة جدا نكملها بقى على خير، لكن زي ما أنت قلت أكيد مباراة فيها تنافسية شديدة جدا، لأن أنت برضو الموسم ده أنت مش بتلعب بنفس الفكرة أو اللعب بتاع الموسم اللي فات للأندية المختلفة. الأندية كلها فيها تطور حصل على أرضها بشكل كبير جدا، يمكن 10 أضعاف كمان، سيبك من بس الصفقات، الصفقات دي في حد ذاتها أنت جبت تقريبا في فرق مختلفة دخلت، يعني أنت بتكلم عن مثلا سموحة وتكلم على الإسماعيلي وتكلم على غيره الأندية أو أسوان أو غيره، حتى لو مش مقدمين أفضل شيء، بس النوادي دي عملت يعني صفقات بال 20 لاعب وال 15 لاعب وال 13 لاعب، ففرقة جديدة بتدخل، أنت ما أنتش عارف الفرقة دي شغالة زي مديرين فنيين جديدة دخلت على الفرق برضو عندنا، فأنت بتلاعب أسماء واحدة ولكن التركيبة مختلفة تماما، ففي تنافسية أعلى بكتير من الموسم اللي كان كمان يا كريم. أكيد. لو انت هتتكلم في هذا الموسم في الدوري تحديدا، فهنشوف تنافسيه شديده، مفيش حاجه اسمها فرقه في جيبنا، مفيش حاجه تاريخ الفرقه دي انا بكسبها على طول. ما انا بقول لحضرتك هي مش نفس الفرقه، ما هي مش نفس المدير الفني طبعا. معظمهم، ففيش حاجه ابدا نقدر نتكلم على اساس تاريخ فيها في الدوري الموسم ده. التنافسيه حاضره، وكمان الحقيقه برضو نرجع ونقول كلنا اكيد لاحظنا ان حجم الاستعداد بالنسبه لنا احنا بقى بالنسبه للنادي الاهلي، لا برضو الحقيقه لافت للانظار واتى ثماره على الاقل الفتره اللي فاتت. وزي ما نهاوند بتقول لحضراتكم، احنا محتاجين نبني على اللي فات، نستغل الدافع والحافز المعنوي والثقه الجماهيريه والاداء الحلو اللي كلنا رجعنا نسعد بيه بعد طول غياب، نستغل ده كله عشان يكون نقطة انطلاق لينا في كل ما هو قادم إن شاء الله. أكيد بنتمنى للنادي الأهلي أكيد كل التوفيق بإذن الله. أما بقى بقية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأسبوع القادم إن شاء الله أو الأيام القليلة القادمة، فإحنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. اهلا بيك استاذ كريم، واهلا بأستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، صباح الفل عليكم. صباح الفل يا فندم، وعايزين حضرتك بقى تطمنينا على القادم ان شاء الله، الايام القليله القادمه الوضع هيكون فيها عامل ازاي؟ هو طبعا خلال الايام القادمه يمكن احنا حاسين خلال هذه الايام باستقرار الاحوال الجويه، لكن ده متوقع ان هو يكمل معانا كمان لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله، مع ارتفاع طفيف جدا وتدريجي في درجات الحراره. يعني احنا اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع درجه مئويه، غدا هتكون 24 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع بدايه الاسبوع القادم هتكون 25 درجه. يو بقى يا نرجع نصيف يا دكتور منار. دكتور منار بقى فترات النهار هنحس بالدفء وفي زياده لفترات طلوع اشعه الشمس، لكن فترات لا شيء لا يصدقه عقل والله. فرق بين النهار والليل هيوصل ل 12 او حتى كمان 14 درجه مئويه بين النهار والليل، اجواء بارده على كافه الانحاء الجمهوريه خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. الصغرى هتوصل ل 13 درجه مئويه على القاهره الكبرى، طبعا المناطق الساحليه توصل ل 12 درجه مئويه، ففي انخفاض فترات الليل، فاحنا مش هنصيف، مش هنغير نوعيه الملابس،
زي ما بنقول لازم فترات الليل نرتدي الملابس الشتويه وفترات النهار ملابس شتويه بس تكون شتويه خفيفه عشان احنا هنحس بالدفء فترات النهار. طبعا كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه دايما بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير واللي بنقلق منها هو الشبوره المائيه. هتتكون شبونه مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. مع التكون الشبوره المائيه بيكون دايما تقريبا الساعه 3 4 الفجر وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 7 الصبح بتبدا الشبوره المائيه يعني تتلاشى من على الطرق وتبدا معها الرؤيه الافقيه بتتحسن. لكن في مجمل الايام القادمه ان شاء الله هو استقرار الاحوال الجويه، التباين بس او التحذير هيكون من اختلاف درجات الحراره من فتره النهار وفتره الليل، ومش عاوزين ننخدع عشان ما نغيرش نوعيه الملابس ونصاب بنزلات البرد. رائع جدا، خلاص يعني كويس بس مش كويس قوي على كل والله مش معقول يعني 25 معقوله في بلد في شهر 12 برضو، ده يعتبر صيف بالنسبه لدول كتيره جدا، ده عز الصيف يعني. فعلى كل حال مش بايدك دكتور منار، هنعمل ايه؟ اشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. في حاجه بقى يعني في حاجه والله ايه، ما اصل هنعلق نفس الكلام كل يوم بجد، فين الشتاء؟ جاي كله جاي، اتقالي تاخدي صيف الشتاء. تحس ان الشتاء ايوه بس تحس كده الشتاء هيبقى شهر. انت مش واخده بالك ان حتى من واحنا في الصيف ان لا الصيف لا ده الصيف زي لا 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 الصيف بيقعد خمس شهور، لا 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 اعوذ بالله، الصيف ده بيقعد خمس شهور او بيقعد ست شهور اكتر كمان اكتر، حاجه صعبه جدا من صيف شهر ثلاثه هتبقى 25. الصيف قاعد اطول بكتير من الخمس شهور اللي انت بتتكلمي عليه. لما تركزي كده هتلاقي ان تقريبا وكان تلتين السنه بقت صيف. بقت صيف فعلا، ده كنت ترجع تقول تاني ده ملف تغيير المناخ اللي تاثيره لسه لحد دلوقتي طفيف جدا، قدام لا قدر الله لو ما كانش في حلول حقيقيه على الارض هيبقى في ازمات، وده مش كلامنا ده كلام العلماء، لك في مشاكل وكوارث حقيقيه وبيئيه وطبيعيه قد تحدث يعني جراء تغيير المناخ على دول مختلفة، منهم بالمناسبة احتمال يعني يكون لها تأثير برضو علينا. على كل حال خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. بونجور مرة كمان يعني. ما يخسرش. لا ما يخسرش. ما يخسرش أكيد. خلينا نتابع دلوقتي آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي والفرق المختلفة مع مراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وعايزة أفكر حضراتكم برضو قبل ما نروح لهنا على سؤال السوشيال ميديا، لأن لسه في وقت بس الناس بتزعل بيقول لك الوقت ضيق. سؤال السوشيال ميديا هو بنفكر حضراتكم بيه تاني، ما رأيك في أداء المغرب وتوقعاتك لمباراة ربع النهائي؟ هنا بونجور، صباح الفل، سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ فقرة أخبار النادي النهاردة، حابة طبعا أهنئ الشعب المغربي الشقيق بعد فوزه على أسبانيا وتأهله لدور الثمانية من بطولة كأس العالم. يعني الحقيقة امبارح طبعا كلنا كنا سعداء، شرفوا فعلا الكرة العربية. وخلينا بقى نقول إن منتخب المغرب الحالي خلاص يعني بيكتبوا أسمائهم حروف من ذهب في التاريخ، بنتمنى لهم كل التوفيق في الأدوار القادمة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبارنا، وأخبارنا النهاردة متعلقة بالألعاب الأخرى، ونبدأ برجال الماسترز رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي. أمس عملوا مباراة كبيرة جدا أمام فريق بتروجيت كعادتهم الحقيقة، يعني قدروا يفوزوا على بتروجيت بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة كانت بتقام على صالة الشرقية للدخان، شفنا تألق كبير جدا لرجال الماسترز، سيطروا على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-22، الشوط الثاني بنتيجة 25-17، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-20، عشان بقى يضيفوا ثلاث نقاط جداد ليهم في بطولة الدوري. والمباراة القادمة ليهم إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم أمام فريق الترسانة. يعني طبعا زي ما احنا عارفين إنه رجال الماسترز بيلعبوا مباراتين في الأسبوع، مباراة بتكون يوم الثلاث ومباراة بتكون يوم السبت. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد ايضا بيحققوا فوز امس على فريق جزيرة الورد بنتيجة 37-16، ودي كانت مباراة مؤجلة من الاسبوع السادس، عملوا مباراة كبيرة جدا. المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الامير عبد الله الفيصل. قدروا ينهوا الشوط الاول بنتيجة 19-10 والشوط الثاني بنتيجة 37-16 عشان بقى أيضا يقتنصوا ثلاث نقاط جداد، بنتمنى لهم كل التوفيق.
أما عن سيدات كرة اليد فبيواصلوا تدريباتهم استعدادا للمباراة القادمة. المباراة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق اتحاد الشرطة ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني خليني أقول لكم إنه سيدات كرة اليد مركزين بشكل كبير جدا، يمكن في آخر مباراة كان تعادلوا مع فريق الشمس، وطبعا دي ما كانتش النتيجة اللي هم عايزين يحققوها، فهم مركزين بقى بشكل قوي جدا عشان مش عايزين يخسروا أي نقاط تانية في بطولة الدوري، عشان إن شاء الله يقدروا يحسموه لصالحهم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم للفترة المقبلة. يعني طبعا زي ما احنا عارفين انه في فترة توقف دولي بسبب طبعا مشاركتهم مع منتخبنا الوطني، هيرجعوا بقى مرة أخرى إن شاء الله لمبارياتهم، بالتحديد هتكون يوم 12/12 في بطولة كاس مصر، وهيلعبوا الفايز من سموحة أو المصرية للاتصالات. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، زي ما احنا عارفين إن هما بينافسوا على جميع البطولات المتبقية في هذا الموسم، يعني سواء بطولة كاس مصر، بطولة دوري السوبر أو البطولة الإفريقية. يعني عندنا ثقة كبيرة جدا طبعا في رجال كرة السلة، وإن شاء الله بقى يقدروا يحسموا جميع البطولات القادمة. أما عن سيدات كرة السلة فهم أيضا بيستعدوا للفترة المقبلة، لأن عندهم هم كمان طبعا فترة توقف دولي. أول مباراة ليهم بعد العودة هتكون إن شاء الله يوم 9/12، وهتكون أمام فريق الشمس. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. قبل ما أختم كلامي طبعا حابة أتمنى كل التوفيق لرجال كرة القدم النهاردة أمام فريق غزل المحلة، إن شاء الله بقى يعملوا مباراة كبيرة زي ما عودونا دايما، ويقتنصوا 3 نقاط جداد. والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جدا زميلتنا العزيزة المتألقة فعلا هنا أبو القاسم. قبل ما نطلع ما تيجي نتوقع إحنا كمان النهاردة المباراة الأهلي وغزل المحلة. بصي أنا مش هتوقع، لا والله أنت مرة صدفت معاك. أنا هتمنى إن هم يعني مبدئيا نشوف نفس الأداء اللي وروه لنا الفترة اللي فاتت، ونشوف كمان نفس الانتصار يا رب ان شاء الله. طبعا مهمة صعبة. كام يعني ده لو 1-0 يبقى كتر خير الدنيا. الله 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 حلو قوي. لا حلو يعني هود وبارك الله في مرازق. بس هم يدونا 1-0 ده مش ايه ده بتهزر؟ نصعد كمان. طب انا هقول لك، قولي. شوف الواحد لازم ايه يركز، والله العظيم اقول لك هجيبها لك صح. ماشي. انت هتجيبها لنا النهارده ولا خلال يومين؟ عشان العمر بيجري احنا مستنيين نسمع منك. استنى والله. شوف 2-1 للاهلي. انت بتتكلمي عن الاهلي؟ انا مخي مين؟ انا مخي راح لماتش المغرب اللي جاي. لا النهارده غزل المحله والاهلي. ها لا قولي 3 ان شاء الله. 3-1 ولا محبوحة كده. انا اقول 2-1. 3-1 انت؟ انا اقول 3 ان شاء الله. 3-0 ولا 1؟ 1. ماشي فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بحضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، والحقيقه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه متعلق بيه الفرحة اللي المغرب فرحنا، وكمان عن ماتش النهاردة الأهلي مع غزل المحلة. هنتكلم في هذه الأمور مع كابتن أحمد سلامة نجم حرس الحدود السابق ونجم منتخب مصر السابق، اللي دايما بنسعد بوجوده معنا وبيشرفنا دايما في 10 الصبح في الأهلي. يا صباح الخيرات. صباح الفل يا أستاذ كريم. صباح الفل. صباح الهنا والنصر حقيقي. يعني حاجة امبارح قدمت محترمة جدا من منتخب عربي، مش هنقول شقيق، منتخب عربي أكيد، بالتالي كنا بنتكلم عن نفسنا، يعني حاجة أسعدتنا كلنا. بس سؤالي بقى وعايزة إجابة حقيقية، أوكي؟ تفضلي. صريحة. فضلي. هل كنت متوقع فعلا فوز المغرب، ولا كنت حاسس إن الموضوع إلى حد ما فيه تشالنج أو فيه صعوبة بصراحة؟ لا هو المغرب طبعا بنبارك للمنتخب المغربي الشقيق، وزي ما حضرتك قلتي ده أكننا بنبارك لنفسنا بالظبط. يعني هو خير سفير طبعا للقارة السمراء، وفي نفس الوقت للعرب. يعني أدى أداء وقبل بلاء حسن في البطولة. انا شايف ان المغرب طبعا، انا كنت متوقع ان المغرب هيوصل لاكتر من كده، يمكن على صفحتي انا الشخصيه كتبت ده ودونت ده من المباراه اللي من دور او من المجموعات، من دور من دور المجموعات، لما توقعت ان هو هيوصل في هيعدي الدور الثاني اللي هو دور ال 16، وتوقعت كمان ان هو هيعمل مباراه كويسه قصاد، ما كنتش اتوقع ان هو هيقابل اسبانيا او ان اسبانيا تبقى ثاني مجموعتها، لكن توقعت ان هو هيقابل اي فريق ممكن يعمل مفاجاه، لكن ما كنتش اتخيل. توقعاتك دي كانت بناء على ايه؟ يعني شفت ايه فاطمنت وقلت لا المغرب ان شاء الله هيوصل لل 16 ويعدي كمان ال 16؟ انا لقيت ان المغرب واخدين الموضوع بجديه كبيره جدا. عندهم مجموعه لعيبه جيده، عندهم جبهات في الملعب ونص ملعب، وعندهم مدير فني على اعلى مستوى، عندهم ترجمه للفرص المتاحه بالنسبه لهم بشكل جيد. الفريق الوحيد اللي موجود في، يعني انا طبعا احنا
الاداء اللي اداه طبعا المنتخب السعودي كان جيد جدا، يمكن هو في الاخر بس الدنيا ما ظبطتش معاه. طبعا باقي المنتخبات سواء تونس سواء الكاميرون سواء قطر، طبعا يمكن قطر كتنظيم كدوله نظمت على اعلى مستوى، ويمكن احنا بنستمتع بنسخه هي الافضل على مستوى التاريخ، ولكن كفريق يمكن لم يعد الاعداد الجيد للبطوله. لكن انا بتكلم ان المغرب، لا المغرب بيأدي اداء مختلف تماما، عقلية مختلفة جدا، تحضير مختلف جدا، نوعية اللعيبة والكواليتي بتاع اللاعب مختلف جدا. شايف انه الراجل اللي هو وليد الرجراجي ده راجل بيدير المباراه بشكل كويس، في ماتشات بتحس ان هو الفريق منطلق وبيلعب كره كويسه، واحيانا بيقفل ويلعب على المرتدات، فمفيش تراك واحد شغال عليه، شغال كل مباراه بظروفها وباحتياجاتها، فالراجل شغال بشكل جيد. الاداره الفنيه مهمه جدا جدا، ومهم جدا ان اللعيبه تؤمن بفكر المدرب، والمدرب يكون واثق في امكانيات لعيبته، فده حاصل من خلال المنتخب المغربي. حلو جدا. لا احنا شفنا حاجه محترمه بصراحه. على الصعيد الثاني فوز البرتغال بقى برضو كان يعني غير متوقع، يعني هو كل حاجه في المونديال دي غير متوقعه، خلينا نبقى متفقين. هو مونديال المفاجآت. ده حقيقي. ده عنوان هذا النسخه او هذه النسخه. يعني لما نيجي نتكلم عن البرتغال والفوز الرائع يعني وهاي سكور والعريض. هاي سكور طبعًا. مش ممكن طبعًا. هل برضو كان متوقع ولا احنا بنتكلم ان سويسرا برضو ليست من المنتخبات اللي هي تقدر انك تستخف بيها الى حد كبير؟ بالظبط، هو يمكن انا ما كنتش اتوقع ابدا انه النتيجه تبقى بالشكل ده. انا يمكن تخيلت النتيجه ممكن تبقى 1-0 2-1 1-1 وركلات ترجيح، لكن طبعا لان البرتغال كمان يمكن في الفتره الاخيره ما بقدوش افضل اداء، هم فرقه كويسه وعندهم عناصر جيده وعندهم وتاريخ حلول وغيره. وتاريخ والكلام ده كله، ولكن مش افضل فتراتها، بالذات ان عندك كريستيانو رونالدو ما بقاش في حالته البدنيه والفنيه العاليه، ولا النفسيه اكيد. بالظبط، ولا النفسيه بالظبط، يمكن مشاكله الاخيره مع نادي مانشستر يونايتد طبعا يمكن ده برضو مؤثر، يمكن هو برضو يعني حالته البدنيه والنفسيه والذهنيه فعلا ما بقتش او الفنيه ما بقتش بنفس القيمه اللي كان عليها رونالدو قبل كده عشان يصنع الفرق مع فرقته. ولكن طبعا كان في حل امبارح اللي هو راموس اللاعب الجديد اللي لعب مكان كريستيانو، الراجل سجل 3 اهداف. والاستعداد بقى يعني مهم جدا يبقى عندك لعيبه على الدكه او على البنش بيكون قاعد مستني الفرصه، ده حاجه مهمه جدا، ويكون واثق في امكانياته كويسه قوي، ويكون عارف ان هو هينزل يصنع الفرق. مش مهم، وحلو جدا ان المدير الفني للبرتغال ان هو يدي فرصه لحد، يمكن الناس كلها كان الاتجاه كله في اتجاه ان رونالدو يعني ممنوع، ده هيقعد ازاي على الدكه يعني، او في حد هينزل يؤدي الاداء ده. لا راموس لما نزل أدى أداء عالي جدا جدا، فرق جدا مع الفرقة، يمكن هو أحرز 3 أهداف. يمكن البطولة دي كمان بتصنع تاريخ لبعض الأفراد أو بعض اللاعبين، يمكن طبعا ريتشارلسون برضو الراجل بيجيب أهداف، جيرو برضو بيجيب أهداف دلوقتي وبقى الهداف التاريخي الفرنسي. هل لاحظت وجود حد؟ يعني احنا كنا بنتكلم في الأيام اللي فاتت بنقول إن غالبا النسخة دي من المونديال هي الأخيرة لكريستيانو رونالدو والميسي وليفاندوفسكي، اكيد ما دي طبيعه الاحوال، اكيد طبعًا. كل جيل بيسلم جيل، بس هل انت شفت حد عموما في اي منتخب من المنتخبات المشاركين في النسخه دي من المونديال تقدر تقول عليه انه في من ريحه ميسي، في من تاتشات كريستيانو، ممكن يكون هو ليفاندوفسكي المستقبل مثلا ايا كان المنتخب؟ طبعًا انا شايف ان مبابي طبعا، مبابي على مستوى المفروغ منه. انا بكلمك على الناس اللي لسه جايه، اللي جاي يمكن انا شايف ان يعني راموس ده اللي نزل مكان كريستيانو رونالدو ده، انا شايف ان هو ممكن يبقى هداف تاريخي، ممكن ينطلق الفتره اللي جايه، امكانياته عاليه جدا. يمكن الهدف الاولاني ده بيدل ان هو لعيب قيم جدا، او لعيب يعني لعيب جيد جدا، او عنده كواليتي وجوده عاليه. الراجل جاب يعني جول يعني من زاويه ضيقه جدا مقفوله طبعًا. جدا مش اي حد يقدر يحط الكره بالظبط بالشكل ده، يعني هو جسمه مش معدول ومن منطقه او من زاويه مقفوله جدا، وعنده الثقه في نفسه وفي امكانياته ان هو يحط الكره في المكان ده، والكره راحت بصراحه فتحت المباراه بشكل جيد. خلي بالك معظم الانديه، يمكن احنا البرتغال سوري المغرب، وبنتكلم عن المغرب يمكن يعني كبلد عربي، وبنحس طبعا بالفرحه كان مصر هي اللي بتلعب المباريات دي او وصلت للتاهل ده. يمكن المغرب كمان اللي محسن من صوره او من شكل المغرب
التماسك اللي ما بين اللاعبين داخل الملعب، انا شايف انه يعني الجبهه اللي فيها زياش وفيها اشرف حكيمي، والجبهه الثانيه اللي فيها بوفال وفيها مزراوي، جبهه دي يعني تشوف المباراه اللي فاتت دي مع قصاد اسبانيا، اسبانيا بتلعب التيكي تاكا وبتلعب المثلثات وبتلعب الكوره في 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 المسافات الضيقه بيعرفوا يلعبوا كويس، او في المساحات الضيقه بيعرفوا يلعبوا كويس. كانوا قافلين عليهم، الراجل قفل عليهم بشكل كويس جدا جدا، ما سابش اي مساحه خالص. كان بيرجع الباكين يرجعوا مع الهوفين، يرجعوا مع الباكين يقفلوا على على الوينجات، لان الوينجات في اسبانيا كانت مصدر خطوره كبيره. بالظبط، وعندهم سرعات عاليه جدا، فكانوا بيقفلوا عليهم بشكل كويس. في نص الملعب كان فيهم رابط، ده لعيب جامد جدا، يعني لعيب هايل جدا، كان فيه في الاكرت ده، وكان فيه اللي هو كان سايس ده، برضو اتنين مساكين اقوياء جدا جدا، بيتعاملوا في الكرات العاليه بشكل كويس وعلى الارض برضو بشكل كويس، عندهم سرعات. يمكن الاتنين اتصابوا وخرجوا من مجهود البدن اللي عملوه، عملوا مجهود بدني كبير جدا، كانوا بيغطوا ورا مزراوي ورا اشرف حكيمي كتير في الهجمات المرتده، لو كانت بيتم. يمكن الراجل اللي هو وليد رجراجي عمل حاجه كويسه قوي، انه لعب المباراه يعني قسم المباراه، يعني ما لعبش بشكل واحد طول المباراه، كان لما نزل في الشوط الثاني بدا يعمل حاجات مرتدات كويسه قوي. يمكن منتخب بعض التغييرات اللي عملها او التبديلات اللي عملها اصفرت على عن فرص جت يمكن في الوقت الشوط الاول من الوقت الاضافي، يعني شكل خطورة وصل للمرمى. كان في فرصتين انفرادات تم للمهاجمين المهاجمين المغاربة يعني، والناس راحت هناك يمكن تباطؤ شوية، المجهود البدني قل شوية، التركيز طبعا. طب اقول لك على حاجة، سيبك من اللي فات، واللي فات ده كان حلو مش قليل يعني طبعًا. فكرك اللي جاي ايه بقى بالنسبة لمنتخب المغرب واللقاء القادم الماتش اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ مباراة صعبة جدا جدا يعني، يمكن ممكن تكون اصعب من اسبانيا ولا نفس المستوى نقول؟ لا لا، انا هتكون اصعب، لان اسبانيا ما عندهاش حلول. يمكن الحلول اللي في اسبانيا، يعني اسبانيا بتلعب بتيم بمنظومه عمل، بتيم وورك، يعني بتلعب ما عندهمش حلول فرديه بالظبط، لكن البرتغال عندهم حلول فرديه نوعا ما عن اسبانيا. فانا شايف ان الحلول الفرديه للبرتغال ممكن تعمل خطوره، ولكن انا شايف ان الطريقه اللي بيتعامل بيها وليد رجراجي المدير الفني للبرتغال للمغرب بيعرف يقفل بشكل كويس، بيعرف يتعامل مع كل مباراه على حده. يمكن لما تبص على الفتره اللي هم لعبوها في دور المجموعات في البدايه، وتبص على المباراه دي، تلاقي كل مباراه بتلعب بتكتيك معين، بتلعب بنظام لعب معين، بتلعب بفلسفه صحيح. معينه طبقا لظروفها وملابساتها بالظبط، هو ده. فهو الراجل بيعرف يتعامل بشكل كويس. انا اتوقع ان هي مباراه صعبه على الفريقين، مش على المغرب بس ولا على البرتغال بس، يعني صعبه على الفريقين وخارج التوقعات. انا اتمنى ان هي المغرب ان هي تكمل. المغرب لو كملت بصراحه تبقى يعني هي اللي هي عملته، المشوار اللي هي عملته ده مشوار يعني طبعا فخر جامد جدا لينا كعرب وكافريقيا. لكن انا يعني اتمنى ان هم يستمروا، يعني خلي عندك الطموح. خلي بالك احنا مثلا ممكن تلاقي مثلا اللاعب اللي هو ابو بكر، في نيستا ابو بكر كان بيجي لما جاب الجول في البرازيل، والراجل اشار له كارت احمر وخرج وبتاع اصفر فاصفر فخرج يعني عشان احتفل وخلع التيشيرت. فالراجل كان عادي، ما عندوش مشكله يعني، حتى قال له شكرا. هو يمكن طموحه ان انا اجيب جول في البرازيل او ان انا اكسب البرازيل. ولكن انا شايف ان المغرب لا، طموحها اكبر من كده. المغرب طموح جماعي كبير بيوصل لمسافات بعيده. انا اتمنى وعندي ثقه كبيره جدا في العقليه اللي موجوده في المنتخب المغربي، بدايه من الناس اللي هي القائمه على الـ على الـ على, الـ على اداره الكره او اداره الملف المنظومه هناك مرورا بقى بكل الناس الموجوده، سواء الاداره الفنيه او اللاعبين او الناس كلها والاجهزه، الناس كلها عندها رغبه في ان هم يكملوا. انا اتمنى ان هم يكملوا، ونتمنى وعندنا امل، لان المغرب هي اللي ادتنا الامل ده بصراحه. بالزبط. يعني احنا مع كل مباراه وكل دور بتشارك فيه المغرب بتقول يا ربنا يسهل وتعدي، واحنا متوقعين واثقين فيها، وتلاقي ان هي بيعدوا. فعلا بتعدي وبيأدوا اداء جيد. احنا بنبقى فخورين جدا بالظبط. وعلى فكره برضو زي ما حضرتك قلت، البرتغال ليست في افضل حالاتها، وفي نفس الوقت كريستيانو رونالدو نحبه او ما نحبوش برضو ليس في افضل حالاته. طبعا بحبه جدا، بس هو ليس في افضل
الحالات وربما دي كلها تحسب للمغرب، فهنشوف اكيد هنتابع. بس خلينا نروح الدوحه قبل ما نكمل عشان ناخد زميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي وزميلنا طبعا في قناه الاهلي ونعرف منه الكواليس كانت امبارح عامله ازاي طبعا، والفرحه وفكره هنا كمان العرب ومؤازرتهم للمغرب. احمد بونجور عليك، وعايزينك بقى تحكي لنا كده الاجواء امبارح تحديدا كاننا كنا معاك موجودين في الاستاد امبارح، اتفضل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على الكابتن احمد سلامه. الحقيقه انا يعني لحد الساعه 5 الصبح والشوارع تقريبا الناس ما اتحركتش منها، الدوحه حتى لما الشمس طلعت يعني الناس في الشارع فرحه عارمه من الاخوه المغاربه والمصريين والعرب، يعني هي فرحه العرب الحقيقه مش فرحه المغرب، فرحه المغرب بس. فريق مشرف، فريق قوي، فريق قادر على فعل المستحيل. ياسين بونو حارس يعني متألق إذا امبارح هي بشباك نظيفة في ضربات الجزاء، ودي يعني ما بتتكررش كتير إن حارس مرمى يصد بالأربع ضربات جزاء، يعني حاجة تقترب من الإعجاز. ونتمنى إن المغرب تكمل لأنه خلاص الحلم بدأ يكبر بقى، بدأنا نطمع. صح، الأول كنا بنقول إن إحنا هنوصل، طب نوصل دور الـ16، ولكن بعد أداء امبارح وخروج إخراج المنتخب الإسباني وإخراج المنتخب البلجيكي بدأنا نطمع ونقول طب ليه لأ لما نشوف المنتخب المغربي في السيمي فاينل، طب ليه ما يبقاش الحلم العربي الكبير ونشوفه في الفاينل؟ يعني الموضوع بقى عدى مراحل التوقعات وبدأ يدخل في مرحلة المعجزات. معجزات قوي يا عويس، يعني انت شايف ان هي تألق المغرب او صعوده لي او تأهله لربع النهائي لحد ما معجزه، ولا هم يحملوا كمان يعني زي ما بيتقال كده المؤهلات ان هي تؤهلهم لهذا المستوى، لان انت بتتكلم برضو معظم اللعيبه كلها محترفه. لا بص، على ارض الملعب هي مش معجزه خالص، هو فريق يستحق، ولكن لما نيجي قبل البطوله طول الوقت المنطق بينتصر. احنا شفنا من 8 مباريات اتلعبوا في دور الـ16 7 مباريات المنطق انتصر، يعني 7 مباريات المنطق انتصر. ولكن المنطق انتصر برضه لانه المغرب اول مجموعته، المغرب صعد بالظبط 7 نقط، اسبانيا صعدت ب 4 نقط. فلما نقول انه المغرب على ارض الملعب لا مش معجزه، هو قبل كاس العالم الناس كلها بتنتصر للقوات التقليديه، يعني ايوه صح القوات التقليديه كسبت في المباريات الاولى، ولكن المغرب في اخر مباراه في المباراه قبل الاخيره في دور ال 16 قرر انه يعمل المفاجاه ويعمل معجزه، اول فريق عربي يوصل لدور الربع النهائي ربع النهائي. وبنتمنى بقى ان مباراته امام المنتخب البرتغالي يوم السبت تبقى فيها المعجزه. والحقيقه فكره انه تغيير المدرب في التوقيت الحاسم اللي عمل المنتخب المغربي وتعيين وليد الرجراجي، الحقيقه لازم نحيي عليها الاتحاد المغربي ولازم نحيي صاحب القرار، لان لو كمل وحيد خليلوزيتش ما كناش هنشوف خالص لا حكيم زياش ولا حمد الله ولا اشرف حكيمي في مستواه ولا بونو في مستواه. الحقيقه التغييره نفسها في جزء كبير قوي قوي من تالق المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ده احنا كسبناه على فكره في كاس الامم من 10 شهور وما كانش مستواه بالقوه دي، جزء منه نفسي اللي عامله المدرب المحلي وليد الرجراجي، وده يودينا اختيارات المدربين بتيجي ازاي. لازم لما تيجي تختار مدرب تختار مدرب قادر على صناعه الفارق، مش مدرب محلي وخلاص ولا مدرب اجنبي وخلاص، تبقى عارف مدرب عارف سيكولوجيه اللعيبه وعارف ازاي يسيطر على اللعيبه وازاي يخليهم يحبوا بلدهم وازاي يخليهم يقدروا يقدموا كل اللي عندهم على الارض. حكيم زياش احد اهم نجوم الكره العربيه باعتراف الصحفيين والزملاء والاخوه المغاربه، ما اداش بالمستوى ده طوال تاريخه مع المنتخب المغربي. صح. حكيم زياش في البطوله دي هو احد اهم نجومها على الاطلاق لحد دلوقتي. فخلينا نقول انه دور وليد الرجراجي، دور الحماس وحب البلد والغيره عليها دي جزء كبير قوي من صلاه المنتخب المغربي. ولو تشوف الملعب امبارح اللعيبه مع بدايه الوقت الاضافي بداوا اللياقه البدنيه تقل شويه، ولكن بالحماس ورغبه في الانتصار قدروا يكملوا لحد الاخر. ونتمنى ان احنا نشوف باقي المفاجات دي ان شاء الله على طول.
نتمنى ذلك. على كل حال عويس، انا حاسه من صوتك ان انت لسه عايز تنام تاني، صح كده؟ واضح الاحتفالات امبارح كانت، وحقك بصراحه، انت واخد يعني، انت في زي ما بتقال كده داخل الحدث، فحقك طبعا. وهنتابع كده معاك كالعاده يا احمد، زميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي، بنشكرك جدا. حلو ده طبعا. اللي فات بقى في المونديال حتى هذه اللحظه كان جد، لكن اللي هيبتدي ده جد طبعا. المسائل هتصعب اكتر، والماتشات هتبقى ضرب نار اكتر. من ضمن الماتشات الناريه اللي كل الناس قاعده مستنياها في دور الثمانيه اكيد انجلترا وفرنسا، وكمان هولندا والارجنتين. فرؤيتك للمباراتين دول هتكون عامله ازاي؟ لا انا شايف انه المباراه، خلي بالك المباراه دلوقتي بقت ايكوال طول الوقت، يعني انت ما بتلاقيش فروقات كبيره قوي. لو صحيح. كل ما بتطلع في صحيح. الادوار اللي فوق ما بتلاقيش كله 50-50 بالظبط. يعني انا شايف ان هولندا عندها مقاوماتها وعندها لعبتها وعندها السيستم اللي شغالين عليه وعندهم عوامل النجاح، وبرضه الارجنتين نفس الكلام عندهم برضه يعني عندهم الفروقات الفرديه والحلول الفرديه دي موجوده، وميسي بالظبط يعني. فانا بقول انه عندهم مجموعه لعيبه كويسه جدا. لما تيجي تشوف فرنسا وانجلترا طبعا يعني قوتين كبار جدا. انت عندك انجلترا فرقه محترمه قوي على كافراد وكمجموعه، برضو نفس الكلام، برضو فرنسا نفس الشيء، عندهم امبابي وعندهم ديمبلي وعندهم يعني عندهم مجموعه لعيبه جيده جدا، وعندهم عندهم منتخب متكامل. بالظبط، يعني عندهم مجموعه لعيبه تحس ان انت لا يعني، وعندهم هو مين؟ بنزيما مش معاهم؟ لا احنا بنتكلم على جواير او اللي هو جيرو. جيرو، وعندهم جيرو قدام برضو لعيب مهاجم مميز جدا وبيعرف يستغل الفرص دي بشكل كويس. فانا بتكلم انه انت عندك كل فريق عنده العوامل بتاعته وعنده عوامل نجاح اللي تكسبه، هو بس الاداره الفنيه اللي بتفرق. يعني انا بقى هنا في الحته دي الاداره الفنيه، يعني انا كمدير فني بشوف بقى الاسلوب اللي هلعب بيه قصاد المنافس. مش لازم يبقى عندي سيستم واحد طول الوقت، انا ممكن اغير من سيستم لعبي طبعا. او طريقه لعبي في قصاد المنافس احتراما ليه، او ان انا بضيف اضافات هجوميه اكتر لو انا حسيت المنافس مش او ان حاجه معينه استجدت تستدعي تغيير في الخطه. بالظبط، زي ما عمل الراجل بتاع البرتغال ده، راح قعد كريستيانو وراح حاطط اللي هو راموس ده جاب له 3 اهداف وكسبه بسكور عالي جدا، ما كانش متوقع. ده كريستيانو كان سعيد بال3 اهداف دول ولا كان بيغل من جواه ولا الدنيا كانت ماشيه؟ مش هندخل في النفوس بقى يعني كريستيانو جاي عليه من كل حته. هو كريستيانو قيمه كبيره فنيه وقيمه كبيره كنجم كبير وامتعنا تاريخ لن يمحى يعني. وتاريخ كبير جدا، واحنا ياما استمتعنا بكريستيانو، لكن هي دي سنه الحياه، ان انا هيجي لي وقت مش هبقى في نفس قوتي او بنفس بالظبط، مش هبقى في حالتي الفنيه المعهوده عني او اللي انا معروف بيها. طبيعي هيقل المستوى، طبيعي هيطلع عناصر جديده. دور كريستيانو هو يدعم العناصر دي بشكل كويس ويبان كبير، لان هو خلي بالك لما انا اكون بنفس من حد او بغل او انا بطبيعتي البشريه ان انا حب ان انا اللي اكون موجود وانا اللي يبقى عليا الاضواء طول الوقت والسبوت طول الوقت، بيجي وقت كده بتقلل منك. سوري يعني ككريستيانو كنجم كبير ممكن تقلل منك لو انت يعني بتعافر لغايه اللحظه الاخيره. لا ان انت لو اندرجت تحت المستوى ده، ان انت تغل على زميلك عشان هو بيلعب وبتاع وانا ما بلعبش، وانا بقيمتي ككريستيانو نجم كبير وليا جماهيريه في كل العالم وليا تاريخ كبير وبتاع الكلام ده، لا بالعكس، ده انا لازم اكون داعم لزميلي ده. لان ده لو كان بيتحلى بتواضع الكبار، لكن لا هيتحلى، انا متاكد. اصلا يعني لا كريستيانو عنده تواضع. كريستيانو لا كريستيانو انا بحب كريستيانو جدا، انا من محبين كريستيانو جدا، وعارف ان هو يعني على المستوى اللي هو الداخلي او الانساني هو انسان جدا. صح. وهو لو هو يعني بيبان عليه او الكادر لما بيجي عليه وهو مثلا قاعد وزميله بيجيب جول وهو مثلا مش فرحان قوي او بتاع الكلام ده، انا اتوقع ان هو يعني هو يمكن يا عالم ايه اللي بيدور في وقت مش مركز في اللقطه دي او ان زميله جاب جول، هو مركز في الحال اللي هو عليه دلوقتي ككريستيانو. يعني انا ايه الوضع اللي انا فيه دلوقتي. هو مش مشغول بزميله ان هو جاب او ما جابش او بالظروف اللي هو فيها للمنتخب، هو فرحان للمنتخب او لا فرحان لزميله. هو اكيد في الاول اكيد فرحته مع المنتخب، فرحان لبلده وفرحان لزميله فرحان كل حاجه، ولكن ده بيبقى فيه الانسان لثواني صغيره كده او للحظات بسيطه بيدور بداخله الحاله اللي هو بقى عليها حاليا، فاهمني؟ فحد بقيمه كريستيانو قاعد على البنش
ومش موجود في حدث زي ده، او يعني حتى لو لدقائق معينه او بتاع الكلام ده، ده ياثر نفسيا عليه، هو صراع داخلي. ولكن انا اثق ان كريستيانو ما بيكونش بيفكر بان هو يغلى على زمايله او ان هو عايز منتخب وما يكونش في افضل حاله، لا بالعكس. انا خلينا بقى ننتقل لنقطه ثانيه، بما ان احنا تحدثنا عن فكره الاداره الفنيه الناجحه وقصه ان انت ممكن تغير اسلوب اللعب في المباراه الواحده، ده شفناه لو احنا هنرجع محليا بقى للنادي الاهلي، وشفنا مارسيل كولر ده الاداء بتاعه في كذا مباراه سابقه محليا كمان وافريقيا، لما كان بيغير طريقه اللعب عادي وتناغم حتى مع تغيير طريقه اللعب اثناء المباراه الواحده اللي كان بيبقى بين اللعيبه، هو ده يمكن برده زي ما بيتقال كي اوف سكسس، او يعني مفتاح من مفاتيح نجاح مارسيل كولر مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه. عندنا مباراه مهمه مع غزل المحله، واكيد غزل المحله عايزه تحافظ على هذه الانتصارات اللي هي محققاها حتى هذه اللحظه، واكيد النادي الاهلي عايز يحافظ على الصداره، فبتشوف برده مجريات النهارده المباراه ازاي؟ هي مباراه صعبه طبعا، يعني النادي الاهلي بيلعب طول الوقت على المركز الاول وعلى حظ البطولات، وده بيكون ضغط في حد ذاته على الجهاز الفني وعلى اللعيبه. واكيد طبعا المحله راجع مثلا من انتصارين وتعادل، يمكن هو كسب اسوان، كسب الاسماعيلي، كسب بالظبط، وكسب الاتحاد السكندري اخر حاجه 2-0، معاهم مدرب جيد جدا ومعاهم لعيبه بتادي وبتلعب بروح عاليه جدا، وعنده اكتر من مفتاح لعب. يمكن هو يعني المحله فرقه جيده الموسم ده، شايفهم بيأدوا اداء كويس، ولكن طبعا النادي الاهلي بخبراته الكبيره وتاريخه الكبير اتوقع ان هو يعني، وطبعا معاه مدرب شاطر جدا، يمكن المدرب ده في الفتره اللي هم كانوا بيستقطبوه لسه او بيتفقوا معاه وبتاع، كنت انا يعني متفائل بيه جدا ان هو هيأدي اداء كويس مع النادي الاهلي، بالفعل هو بيأدي اداء كويس، وهو طبعا يعني واخد الفول مارك يعني او العلامه بالظبط مع الفريق. بالمناسبه يعني نقدر نقول ان هو في ضوء اللي شفناه من النادي الاهلي تحت مظلته او تحت قيادته، نقدر نقول ان هو قدر بسرعه شديده انه يتعرف على قدرات وامكانيات ومميزات كل لاعب على حده، وبالتالي عرف يوظفهم، بدليل ان احنا شفنا اداء مرضي ونتيجه مرضيه طبعا سو فار يعني حتى هذه اللحظه. طبعا طبعا، يعني انا شايف انه الاهلي بيأدي اداء جيد جدا، في تماسك جيد جدا كمنظومه لعب، يعني انا يمكن الاهلي كان ممكن بيجيب بس بيدخل في اهداف، كان ممكن ما بيقفل بس ما بيجيبش، كان يعني بيبقى في قصور بالظبط، يعني كان بيبقى في قصور في بعض الجوانب، ولكن انا شايف ان الراجل ده يعني مثلا لما بتبقى خسران 1-0 مثلا من طلائع الجيش ايا كان الهدف اللي جه، لكن بتعوض ده ب2-1، هي دي شخصيه المدير الفني اللي بيفرضها على لعيبته وشخصيه النادي الاهلي كقلعه كبيره يعني. فانا شايف انه لا، النادي الاهلي او الراجل المدير الفني بيعرف يدير بشكل كويس، وهو انا يعني اثق، ويمكن هو كمان يعني كنت بقول ان الراجل ده هيبقى من ضمن المدربين الكبار اللي هيسيب بصمه وهيسيب بطولات كبيره جدا جدا للنادي الاهلي، يعني انا هيحصل على بطولات كتيره جدا في عصره او في عهده، فانا شايف ان هو مدرب كبير جدا، يمكن اولها بطوله السوبر، يعني الراجل قدر يكسب بطوله السوبر وبتاع الكلام ده، ولسه في بطولات جايه كتير، انا شايف ان هو على المستوى الدفاعي والهجومي والاستحواذ، الراجل بيعمل الثلاث حاجات بشكل جيد جدا، بيعرف يقفل دفاعاته بشكل كويس، بيعرف يستحوذ على الكره بشكل كويس. طب احنا هنلعب النهارده ايه؟ بيعرف يهاجم النهارده، هنهاجم ولا هنلعب لعب مقفول ولا هجمات مرتده؟ بتشوف يعني من ناحيه الاهلي ومن ناحيه غزل المحله؟ طيب انا بشوف ان الاهلي هيلعب بتوازن، بمعنى ان هو ما ينفعش اروح اهاجم بكل خطوطي واسيب دفاعاتي وانا عندي اصلا واسيب دفاعاتي متاحه للخصم، والخصم اصلا عنده نوعيه اللعيبه اللي بتعرف تترجم او بتعرف تكون خطره او بتعرف تستغل المساحات الواسعه كنادي المحله يعني او كنادي غزل المحله. هيلعب بتوازن شديد جدا، هيعمل الدور الدفاعي بشكل جيد، وهيلعب الدور الهجومي بشكل جيد، وهيعمل انا شايف ان هو هيلعب على الاستحواذ اكتر، ان هو ما يسيبش الكوره لغزل المحله، وده طبيعي لان النادي الاهلي هو اللي يملك اللعيبه اللي عندها الاوبشنز وعندها الامكانيات وعندها القدرات الاعلى يعني. يمكن غزل المحله في تكتيك معين بيعملوه، هو يمكن اهدافهم بتيجي معظمها من كرات ثابته،
من كورنرز او من فاولات على ال 18 بيعرفوا يحطوها عندهم. احمد الشيخ ده مميز ويمكن هو هداف الدوري يعني حاليا، جاب ما اعرفش 7 اهداف او حاجه زي كده، معظمه من كرات ثابته بيعرف يديها بشكل كويس. فهو الاهلي هيلعب بطريقه فيها توازن فيها استحواذ، هي الهدف المبكر هيفرق قوي مع الاهلي، هيفتح له الجيم بشكل كويس. طبعا نادي غزل المحله هيلعب اكيد بشكل دفاعي اكتر، هيعتمد على المرتدات، هيسيب الكره النادي الاهلي، وده مش بارادته، لان النادي الاهلي هو زي ما قلنا هو اللي بيملك اللعيبه اللي تقدر تدور الكره بشكل كويس او تستحوذ بشكل كويس. هي مباراه كبيره، مباراه مهمه جدا للفريقين، مهمه اكتر النادي الاهلي. المحله يمكن الطموح بتاعه انه يبقى في بوزيشن كويس في الجدول، لكن الاهلي الطموح بتاعه ان هو يكون رقم واحد. فده بيدي عليه ضغوط اكتر، بيخلي اللعيبه يمكن برونو سافيو الراجل واخد افضل لاعب المباراه اللي فاتت او راجل المباراه، ولادائه اللي هو التكتيكي اكتر منه، يعني يمكن هو عمل الكره اللي جه منها الهدف، ولكن الراجل ده انا بحس ان هو لاعب تكتيكي على اعلى مستوى. ابتدت تبان له امارات، لان اول كام ماتش ليه ناس كتير قوي كانت قاعده مستنيه تتفرج من منطلق ان هو يعني مش اي حاجه غير كونه برازيلي بس، فقلنا هنشوف شقلبظات. ولا والفيديوز كمان اللي هو وراها لنا قبل كده انه كان عنده مهارات عاليه وبيرقص وبيعمل. ولكن انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا النادي الاهلي مش النادي اللي هو نادي اللاعب الواحد، يعني فاهم؟ النادي الاهلي طبعًا منظومه لعب، يعني طبعًا احنا متعودين على النادي الاهلي. انت بالظبط، يعني انت النادي الاهلي انت لازم مهارتك تخدم الفريق طبعًا. فهو انا شايف ان هو النادي الاهلي هو الولد جه انخرط جوه الفريق بشكل كويس، عارف ان عليه التزامات او تكاليف دفاعيه او مهام مديها له المدير الفني ان هو يعملها. الراجل بيلعب رقم 10، بينزل في نص الملعب، بيقفل بشكل كويس، بيضغط من قدام، بينزل مع زمايله يساعد دفاعيا، يعني بيقوم بادوار دفاعيه جيده جدا، دور تكتيكي على اعلى مستوى. ممكن المشاهد العادي يقعد ما يستمتعش قوي بيه، ولكن ليه دور جوه الملعب، دور عالي جدا. انا كحد مهتم بالرياضه او لاعب سابق او عارف التحركات اللعيبه وكم الاهميه بتاعه اللاعب، انا شايف انه اللاعب مهم جدا جدا في المكان ده، وفارق مع الاهلي بشكل كويس، وهيفرق اكتر كل ما هيبدا يعدي عليه وقت اكتر. بالظبط، كل ما يعدي عليه هيبدا هو ياخد الثقه اكتر، والمدير الفني يبدا يديله مهام هجوميه اكتر، او مهام يديله شويه اللي هو يبقى فري اكتر، او يديله يعني مساحه ان هو يتحرك بشكل اكبر يعني. لكن هو الولد بيأدي بشكل جيد. عندهم طبعا يعني احمد عبد القادر، طبعا ده برضو من نوعيه اللعيبه المهاريه جدا. الناحيه الثانيه برضو بيكون في طاهر، او بيكون في ايا كان اللي موجود في المكان ده، كان كريم فؤاد المباراه اللي فاتت، وكان تحت منه اكرم توفيق، وكانوا عاملين جبهه كويسه جدا، وجبهه برضو الناحيه الثانيه كان برضو اشرف. ويمكن عوده معلول طبعا هتكون اضافه كويسه جدا جدا، انه لو رجع ولعب النهارده مفتاح لعب جيد، ورجع من كاس عالم وعنده طاقه ومشتاق ان هو يرجع لناديه برضه يحقق معاه بطولات او يحقق معاه انجازات يعني. فانا شايف انه لا، مفاتيح لعب الاهلي كبيره جدا. احنا بس حته اللي انا لسه حاسس ان هم ما بيأدوهاش بشكل كويس، هي حته الاسترايكر او راس حربه الصريح، شريف، شادي، حسام حسن، هي دي بس النقطه اللي انا محتاج اللعيبه يعني معطلين بعض. انت فهمنا يا كابتن كريم، يعني هم معطلين بعض، يعني انا شايف ان هم مش محمسين بعض اكتر. يعني انا شايف انه بيكون شريف موجود في الملعب وشال هم انه شادي قاعد بره، شادي موجود في الملعب وشال هم ان حسام حسن قاعد بره، وكله مركز مع كله. انا عايز الفريق ككل، او بالذات النقطه دي، لان ده مركزي انا كاحمد سلامه، مركزي مهاجم صريح. فانا كنت احيانا احنا بنزل الملعب بنسى ان في حد بره، انا ده دوري انا كمحمد شريف وده المفروض كشادي حسين كحسام حسن، ان انا نازل اكسب فرقتي، لازم اقل عدد فرص اكون جايب منه اكبر عدد اهداف. يعني نص فرصه، احنا كان زمان اللعيبه بتجيب من انصاف الفرص اهداف وكانت بتترجم. فانت بيجي لك فرصه، النادي الاهلي بيوصل كتير جدا جدا، يعني النادي الاهلي بيوصل بجد. الفينش هو اللي فيه مشكله، الاهتمام بال بال, بال, بال يعني الاهتمام بال بال بالانهاء، بعمليه الانهاء ده مهم جدا جدا. هم لعيبه جيده جدا، وانا شايف ان انا كمان مستخسر ان واحد بامكانيات محمد شريف مش موجود في منتخب مصر، واحد زي شادي حسين مش موجود في منتخب مصر، واحد زي حسام حسن وكان قبل كده ليه تاريخ
كبير جدا جدا مع نادي سموحه برضو مش موجود في منتخب مصر. لازم يبقى في واحد من الثلاثه دول في منتخب مصر كلاعب اساسي. طول عمرنا بنشوف ان اللعيب المهاجم بتاع النادي الاهلي موجود في منتخب مصر لاعب اساسي وبتحط جنبه اي حد حتى لو محترف. فاتمنى الفتره الجايه يكون حد من الثلاثه المهاجمين الكبار، وانا بقول المهاجمين الكبار لان انا اعرف قدراتهم بشكل كبير جدا يعني. والله نورتنا يا كابتن احمد، للاسف الوقت بيجري. انا اللي سعيد جدا بس تغطيه وقراءه جميله للمشهد حاليا في المونديال او طبعا محليا مع النادي الاهلي. هنروح فاصل سريع ونرجع عشان سؤال السوشيال ميديا اللي كنا طرحناه على حضراتكم، رايكم لحد دلوقتي ايه في اداء المغرب وكمان توقعاتكم لربع النهائي. فاصل ونرجع نكمل. ما رأيك في أداء المغرب وتوقعاتك لمباراة ربع النهائي؟ ده كان سؤالنا على السوشيال ميديا. نشوف بقى الإجابات أخبارها إيه. نبدأ بنور الهدى، كلها ثقة في المنتخب حاجات فيها المغربي. تفاؤل. نور الهدى قالت لك إيه بقى؟ مباراة أو قال لك ما أنا مش عارف، كانت مباراة رائعة جدا، أداء رجولي وروح وإصرار بجد. لا أصرار دي كده بقى بجد مليون مبروك كل مرة لازم نلاقي غلطة للأسود. مبروك لكل العرب بإذن الله في المربع الذهبي. ده أبو علي اسلام جابر بيقول صباح الخير عليكم جميعا، في رايي ان اسود الاطلسي جعلوا العرب جميعا فخورين بما قدموه وعاشت الامه العربيه. محمد احمد بيقول اداء تاريخي من رجاله المنتخب المغربي، ورغم صعوبه مباراه البرتغال الا ان المنتخب المغربي يقدر يفرحنا كمان وكمان ويتاهل للمربع الذهبي ان شاء الله. برضو محمد خالد ضد المغرب لعب مباراه ممتازه، ان شاء الله المغرب في قبل النهائي. دي هتبقى مفاجاه بقى او مفاجاه الايه ما بيسموها الموسم. يا ريت الموسم وكل موسم. وليد جوده يا رب عالي انصر الاهلي الغالي، ده بيتكلم على الاهلي. طيب محمد احمد عبد الحليم، اداء ممتاز ومشرف من المنتخب المغربي الشقيق، والنهائي حلو ده بقى. قال لك فرنسا والبرازيل على فكره ممكن جدا يعني بنسبه كبيره هتبقى فرنسا والبرازيل. طارق صادق بيصبح عليا انا وانت يا نهواندو، بيقول اداء المنتخب المغربي اداء ممتاز جدا واكثر من رائع ومشرف، وان شاء الله يقدروا يتخطوا عقبه البرتغال ويصعدوا لدور نصف النهائي لان المستحيل ليس مغربي. محمد عبد الله الشقيري بيقول المغرب فريق مشرف، الروح والعزيمه وراء الانجازات. ووليد جوده بيقول عاش الاهلي العظيم الحبيب. بص محمد الطباخ قال لك من الاخر بقى هتكسب زي الفل، خلاص بقى لنا نقعدش ناخد وندي ونرغي هتكسب. وقت ضيق استاذ محمد خلي بالك ما عندوش وقت. محمد السعيد، المغرب عملت بطوله حلوه وانجاز يشرف كل عرب بصراحه، بس للاسف هتقابل خصم عنيد وبيعرف يخترق الدفاعات. طبعا البرتغال اكيد هتبقى مباراه فيها خطوره الى حد ما، يمكن اكبر خطوره لحد دلوقتي في او مواجهات أكيد. المغرب يعني فعلا دي الفرقه او ده المنتخب اللي احنا ممكن نقول قلقانين بصراحه منه الى حد كبير. يحيى بدر بيقول اداء كان رائع جدا من المنتخب المغربي الشقيق، الواحد كان فرحان ليهم وزعلان ان مصر ما تاهلتش، بس المنتخب المغربي قام بالواجب وكل الوطن العربي الان هو المغرب نحو انجاز تاريخي وتحقيق المستحيل ان شاء الله. معاك يا مغرب. يحيى بيقول نفس الكلام اللي انا كنا بنقوله الصبح بالظبط. محمد عمر بيقول حاجه مشرفه للمغرب العربي والشرق الاوسط، ومحمد ابو فايز بيقول اداء رائع. طارق مصطفى صباح الخير عليكم، اداء المنتخب اكثر من ممتاز، اكثر من رائع، مشرف، فرحونا، فرح كل العرب، وخلوا عندنا ثقه كبيره فيهم، ان شاء الله يقدروا كمان يفوزوا على البرتغال. وليه لا، مستحيل ليس عربيا، مستحيل ليس مغربيا. هو انا بقول دايما ما فيش مستحيل اصلا، يعني احنا مش جايين هنا الدنيا عشان يقول لك في حاجه مستحيله، طول ما انت عندك حلم تقدر تحققه رغم ان لو كل الظروف قالت لك ما ينفعش. انا ده بشوفه يعني. بيدا بتقول اداء عالمي الصراحه ويبقى هو الحصان الأسود في البطولة، حلم الدول العربية المغرب بتحققه في البطولة. أشرف يوسف صباح الفل، وأداء فوق الخيال، المغرب ضيعت أكثر من انفراد، ده حقيقي ده. ودلوقتي خلاص أتوقع من النهاردة أن انكسرت شوكة الخوف وأن بقى في ثقة بالنفس عالية، إحنا نقدر نناطح المنتخبات الكبرى والوقوف على منصة التتويج. كل التوفيق للمغرب الشقيق في المرحلة المقبلة. رفعت رأسنا وهنقفل بالتعليق ده لأن فعلا كلام جميل ومحترم جدا، وإحنا نفس الكلام ده قلناه وأعتقد كلنا كعرب بنكرره. هنروح فاصل بقى وهرجع أنا. ايوه عشان هتنورني دكتور دينا ابو السعود وملف اخر خاص بالصحه والسمنه، اعتقد هيفيد حضراتكم جدا. فاصل ونرجع نكمل.
لو جينا اتكلمنا كده عن اللايف ستايل بتاعنا هتلاقي ان برسنتج كبيره او نسبه كبيره من المجتمعات ما بتهتمش ابدا بفكره النظام الغذائي اصلا الصح الصحي او السليم. يقول لك مشيها بقى خلاص، احنا اصل انا ما لحقتش اعمل سلطه، اصل انا مش قادر دلوقتي اروح اكل اكل، انا جعان، الوقت عندي ضيق. يعني بندي لنفسنا اعذار كتيره جدا علشان نقدر نبرر ان احنا نستمر بفكره التغذيه الغير سليمه تماما، وبالتالي اللي هي بتزود لنا في الوزن. طب نعمل ايه؟ الحل ايه؟ نقدر نلحق نفسنا امتى؟ هل في وقت معين بس اللي نقدر نلحق نفسنا فيه، ولا الموضوع في ايدينا حتى لو وصلنا لوزن معين، حتى كمان لو وصلنا لسن معين؟ هنتكلم في كل ده بس تحت اطار يعني فكرتنا العادات الغذائيه الغير سليمه. هنعرف كل ده من مين بقى؟ هنعرف كل ده من دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. بونجور. بونجور كالعاده. اهلا بيك. اهلا بيك يا نهوان. زي ما انا قلت كده، العادات الغذائيه الغير سليمه ده بقى لايف ستايل وعاده بتاعتنا خلاص. يعني احنا دايما حتى تلاقي في الشغل الناس هناكل منين؟ يطلب كشري وفاست فود وحاجات زي كده. تروحي تتعزمي عند حد، اهم شيء يبقى الحاجات اللي هي بتتخن، اللي بالزيت، اللي بالمسقعه والحاجات اللي زي كده. يعني اصل عمرنا ما هنروح نتعزم هنلاقي سلطه وهنلاقي مشويات بس يعني. صح. فدي حياتنا، دي صح. ثقافتنا، وبالتالي ليها نتائج وحشه جدا على ارض الواقع. نعمل ايه ونتفادى ده ازاي؟ وايه اللي ممكن كمان لو احنا سننا كبير، لو في امراض مزمنه، لو في عوامل مش حلوه حتى وراثيه، نتصرف ازاي؟ هو اكيد السمنه بتبقى خط رئيسي لامراض كتيره مزمنه الحقيقه. طيب ايه العادات اللي ممكن الناس بتبقاش مركزه انها غلط؟ اول حاجه لما نيجي ناكل ونملى بطننا زياده عن اللزوم، دي حاجه ما ينفعش ان احنا نقوم. الواحد بيشرب عليه الاكل والله. ما ينفعش احنا نقوم ادوش على نفسي، مش قادره اتنفس من كتر الاكل، وما ينفعش ناكل بسرعه جدا. انا باكل بسرعه. ما هي دي مشكله. ليه؟ لانه بنحس بالشبع بعد ثلث ساعه. يعني لو اكلنا بالراحه بعد ثلث ساعه انا احس ان انا مهما كانت الكميه. طبعا. دي حاجه. تاني حاجه التركيز العالي جدا على النشويات. لما نيجي ناكل نستهدف الرز والمكرونه والمحاشي واللازمين. فما ينفعش ان احنا النشويات مهمه، لكن ما ينفعش نركز عليها، احنا نركز على بروتينات والياف. صح. ممكن كمان الاكثار في اللحوم المصنعه. كتير جدا بشوفهم بياكلوا اللانشون والبسترما والسجق واللحوم المصنعه بكميات كبيره جدا. ده يؤدي الى تخن ويؤدي الى مرض سكر لو انا اكلت منه كتير جدا. ممكن الزيوت النباتيه برضو بنعتمد على المقالي طول الوقت. كل الحاجات دي حاجات غير صحيه. لازم ناكل الاكل الصحي ونشرب ميه كويس، ولازم ننام على الاقل 7 ساعات في اليوم، لان النوم المتقطع او النوم اللي مش عميق ومش وقت طويل بيعمل لي لخبطه في الهرمونز، واول ما يحصل لخبطه في الهرمونز او الكورتيزول يعلى بنتخن. فلازم العادات السيئه نحاول نتفاداها هنا هون. كويس جدا. طيب احنا دلوقتي عملنا النصايح، عايزين بقى نطبق على الارض دلوقتي اشخاص بمختلف الاوزان والاعمار، وعايزين يروحوا نفس القوس كلهم في الاخر ان احنا نخس، نحسن من صحتنا ونخس. نعمل ايه كستاب؟ ولو حاجه كمان سهله، لو حاجه مش هتخليني اروح امارس رياضه، انا ما عنديش وقت، ما عنديش فلوس، وتبقى ظروف الناس تختلف، يعني نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الحقيقه شركه بايو ناتشرالز منزله كورس رائع نقدر يحصل انقاص في الوزن بطريقه سليمه وبطريقه صحيه وبطريقه امنه من غير ما يبان علينا ان احنا عاملين دايت. اهم حاجه ان انا عشان اعمل دايت، كتير مننا بيعمل دايت يوم ويومين وبعدين يرجع ياكل لانه مش قادر يمسك نفسه من الشهيه بتاعته، ودي نقطه ضعف نقطه ضعفنا كلنا ان احنا شهيتنا طول الوقت مفتوحه. صح. فشركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لكورس بيستا، كورس رائع لانقاص الوزن. لو هتكلم في الاول على منتج بيستا المكمل الغذائي اللي بيقدر ينقص في الوزن، هو بيستا. ليه بتكلم على بيستا؟ لان بيستا اولا مرخص من وزاره الصحه المصريه، عباره عن الياف. مهم قوي عشان اخس اكل الياف. بيستا من اهم الالياف اللي بتقدر تتحكم لي في الشهيه بتاعتي، لان هو بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره. من اهم الالياف اللي فيه ممكن اقول راده القمح والشوفان وقشور السليم. الثلاثه دول الياف، فلما بيجي بناخده على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه
الالياف اللي جوه بيستا بتاخد حيز كبير قوي في المعده، فلما باجي اكل مش هلاقي نفسي باكل كل الكميه اللي انا باكلها. حلو. فده مهم جدا. طبعا شركه بايوناتشرز هي الوكيل الحصري للكورس، اللي ارقام شركه بايوناتشرز موجوده على الشاشه زي ما احنا شايفين، لان الكورس عباره عن مالتي فيتامينز هنتكلم عليه، عباره عن قهوه خضراء وعباره عن بيستا. طيب ازاي بنقدر ناخد بيستا؟ احنا عندنا فريق طبي داخل الشركه بيتابع الحاله بنفسه، ده مهم قوي، متابعه مريض السمنه سواء ست او راجل كل اسبوع نعرف خس قد ايه، وبنعرف الكتله الجسم زي ما عملناها قبل كده المره اللي فاتت، السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت الايام بتجري الاول امبارح لما قدرنا نحسبها، برضو الفريق الطبي بيقدر يحسب له البادي ماس اندكس. وطبعا داخل بيستا كمان فيتامين سي والكروميوم، هياخد ساشه واحده او اثنين او ثلاثه على حسب الحاله اللي بيقدر يحققها الفريق الطبي الموجود في شركه بايوناتشرالز. واكيد بنقدر نحصل على الكورس سواء من الشركه او سواء من صفحه الفيسبوك بايو بيستا. هايل جدا. طيب لو كلمت عن الاطفال تحديدا، لان العادات الغذائيه الغير سليمه تماما برضو بتبقى عند الاطفال، والاهالي معظمهم ما بيركزوش، يعني تلاقي بقى ان في المدرسه خلاص مش فارقه، في النادي في التمرين ما بيركزوش قوي في الحته دي، حتى لو كان جوه البيت في رقابه يعني. فننصح الاطفال بايه؟ يعني نعمل ايه مع الاطفال تحديدا اللي هم بيبقوا اوفر ويت برضو؟ كورس بيستا مناسب جدا من سن 13 سنه، اي حد يقدر ياخده. لو مش قادره انها تعمل رقابه بره البيت بتقدر تديله الساشت، ولما بيجي ينزل بيقعد فتره طويله جدا شبعان، وتحط له في اللانش بوكس الحاجات المفيده. مكسرات كويسه قوي ليه، بس مش بكميات كبيره، بس مكسرات حلوه، الخضار، السلطه، البروتين، ونقلل قوي في اللانش بوكس بتاعهم او الاكل، او تقول لهم يعني لما يجوا ياكلوا في النادي ياكلوا سلطه، مش لازم البرجرز والسوسيس والحاجات دي مهمه جدا. احنا ايام كنا، حتى انا فاكره ايام كنا صغيرين في المدرسه اولى ابتدائي وثاني ابتدائي، كان فعلا ولحد دلوقتي كان معانا ناس اطفال فعلا تخينه، كانوا حتى بياخدوا السندوتشات مننا انا فاكره. والله يعني انا بقول الموضوع ده ليه، عشان فعلا يعني الموضوع ما هوش حاجه حديثه، من زمان، مش من زمان قوي يعني، من زمان وفي الموضوع ده ولحد دلوقتي. وبتشوفي بقى، وده اللي يصعب عليكي، قلنا الكيس دي لحضراتكم فاكرين قلتها من اسبوعين، البنت اللي كان عندها 14 سنه ووزنها تقريبا كان 400 كيلو حاجه زي كده، انت متخيله؟ ولا كان كام؟ مش فاكره بالظبط الرقم. حرام. لا كان 140، انا اسفه، 40 كيلو ده تبقى توفت، انا اسفه، 140 كيلو عندها 14 سنه. وحتى كانت الفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب، فانت متخيله يعني كتير قوي. لا قوي. هي غير ان هي شكلها ست كبيره، هي لو فضلت كده، هو اللي نقذها كان ساعتها الدكتور بيتكلم، اللي انقذها وكان لسه تاثير السمنه مش عليها بشكل كبير ان سنها صغير، لكن لو كانت استمرت كده ربما كانت هتتوفى، لان زي ما حضراتكم عارفين السمنه احد او احد الاسباب اللي بتؤدي الى الوفاه لو ما تمش علاجها بشكل سليم. فدي نقطه مهمه جدا. طيب انا مع الخساسين ومع الوصول للوزن اللي انا عايز بعد كده اثبت عليه، وبرده من خلال بيستا هتقولي لنا ازاي، محتاج مالتي فيتامين، محتاج مكمل غذائي علشان الفيتامينز اللي انا بفقدها، الاكل بيقل بالتالي بيبقى فيه مود مختلف، بيبقى فيه تاثير على الوش، فنعمل ايه برضو؟ شركه بايوناتشرالز بتقدم مالتي فيتامين من اقوى المالتي فيتامينز الموجوده، لانه بيحتوي على 13 فيتامين ومعدن. المالتي فيتامين اسمه الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، اولا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، ثانيا موجود ومتوفر في الصيدليات، لكن الاسهل ان انا عشان اخد الكورس كامل، طبعا احنا شايفين على الشاشه بيستا والب مالتي فيت، نقدر نتكلم شركه بايوناتشرالز هم اللي يقدروا يوفروا الكورس كامل. ليه بقول الب مالتي فيت مهم قوي لو اي حد بيعمل دايت، وحتى لو مش بيعمل دايت؟ اولا بيحتوي على عائلة فيتامين ب كلها، مهم قوي قوي قوي، فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. فيتامين بي هو اللي بيدعم لي الميتابوليزم، هو اللي بيدعم لي التمثيل الغذائي، وبيدعم لي صحة الأعصاب، وبيدعم لي الدم، مهم جدا. فداخل الب مالتي فيت فيه كل العيلة من الكوبالامين، من فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7، الكومبلكس بقى العيلة كلها. والبيوتين طبعا من أحد عائلة فيتامين بي، بيوتين مهم قوي لصحة الشعر، لان مش عايزه اخس والاقي ابتدي الاقي شعري بيقع، فالب مالتي فيت بيحتوي على البيوتين، بيحتوي على ايه كمان؟
بيحتوي على فيتامين سي بتركيز 500 ملي جرام. لو هقول مهم ايه فيتامين سي، عشان لو خسيت انا عايزه طول الوقت وشي يبقى فيه نضاره، فبيحفز لي فيتامين سي على انتاج الكولاجين. فيتامين سي بيعزز لي امتصاص الحديد عشان نقي نفسنا من الانيميا. فيتامين سي من اهم الفيتامينات لمناعه الجسم، يعني احنا داخلين برضو على شتاء وعايزين طول الوقت مناعتنا تبقى قويه، لان المناعه هي الحيطه السد لاي فايرال انفكشن او اي بكتيريال انفكشن. عندي داخل الب مالتي فيت الزنك، الزنك طبعا الب مالتي فيت الاعلى تركيز في الزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه. قد ايه البرسنتج بتاعته؟ 23.9 اعلى تركيز. والجسم محتاج قد ايه يوميا؟ بيحتاج فوق ده حاجه بسيطه جدا. ده بقى بيعوضه من الاكل، بيعوضه مثلا من الاكل. طيب الزنك مهم للعمليات الحيويه، الزنك مهم لكل خليه عندي بتتجدد، الضوافر محتاجه زنك، الشعري لانه بيقع خلايا بتتجدد محتاجه زنك، الدم محتاج زنك، وطبعا داخله كمان كالسيوم وبنسبه بسيطه 70 ملي جرام. لان مهم قوي انا بقول ان الب مالتي فيت بمشي بيه لايف ستايل، فحد يقول لي ايه ده بس فيه كالسيوم ازاي امشي بيه على طول؟ لان الكالسيوم لو زاد بيحصل ترسيب على الكلى وات ايفر، لكن الكالسيوم اللي موجود في الب مالتي فيت 70 والجسم محتاج 1000. مهم قوي ان انا اخد الب مالتي فيت اللي بيحتوي على الكالسيوم لايف ستايل، لان محتاجه ادعم عظمي وادعم عضله قلبي، لان مش طول الوقت هعرف اكل الكالسيوم من الاكل. صح. فلازم اعوض الكالسيوم بقلب مالتي فيت اللي بيحتوي على الكالسيوم بنسبه 70 ملي جرام، نسبه امنه جدا ان انا اقدر امشي بيه. وتاني بناكد ان الب مالتي فيت ممكن ناخده مع كورس بيستال تخسيس، او ممكن تاخده لوحده حتى طبعًا. كمكمل غذائي طبعًا. انت يعني على الديلي يوز او الاستعمال طبعًا. اليومي طبعًا. طيب خلينا نروح نتابع الحاله اللي معانا. هو اسمه ابراهيم برضو، هو استعمل بيستا ونسمع منه بالظبط تجربته كانت عامله ازاي. خلينا نروح نسمع. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. بجد كل ما اشوف حد من الناس بيتكلم قبل وبعد بتحسي ان بني ادم تاني، يعني طبعاً. الشكل مبدئيا ما فيش حد خس الا لما شكله صغر، وفي نفس الوقت تحسي لا في روح رجعت أكيد. الحياه بتختلف، ده بشهاده الناس، فمهم قوي الواحد يسمع فعلا. طيب انا عندي اسئله متابعين برضو بيبعتوها، خلينا نروح ليها علشان يعني نحاول نرد على كل الاستفسارات اللي بتيجي. اول حد بيبعت بيقول انا مريضه سمنه، عندي انزلاق في الغضروف، والدكتور قال لها لازم على الاقل تخس من 6 ل 8 كيلو ده في الشهر، فهل الكورس هيخليني اخس؟ هي مش كاتبه تفاصيل بقى هي وزنها، لو هي عايزه تخس 6 ل 8 في الشهر فلا، واضح ان في مش اوبيسيتي بس في اوفر ويت زي. طبعا في اوفر ويت، والاوفر ويت اكيد بيعمل انزلاق في الغضروف، بيعمل مشاكل كتيره جدا في المفاصل وات ايفر. طبعا بنصحها جدا بكورس بيستا، هتاخد بيستا قبل الاكل ساشة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، الفريق الطب هي هتتابع مع الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة شركة بايوناتشرلز، وهتاخد ألب مالتي فيت هيبقى رائع ليها كمان، وكمان هيطلع مع الكورس القهوة الخضراء اللي بيساعد جدا زيادة معدل الحرق، وهيطلع كمان فيتامين دال هدية من الشركة، وفيتامين دال مهم جدا، واعتقد احنا اكتر من 80% من الستات في مصر او في الوطن العربي كمان بتعاني من نقص فيتامين د. صحيح. طيب الحاله الثانيه بيقول انا بنتي عندها السكر وزنها 120 كيلو، والشهيه عندها عاليه جدا،
ومش عارفة أحل المشكلة دي، حضرتك تنصحينا بإيه؟ 120 كيلو وعندها سكر أول حاجة لازم تخس، لازم. وطول ما الموضوع مش جمالي بقى هنا لا خالص، لا لا لا. لان الاوريدي السكر لما بيعلى بيعمل كريفنج للاكل وبيرفع لي جدا مقاومه الانسولين فباكل كتير. ازاي اقدر اكبح الشهيه بتاعتي او اقلل شهيتي واحس ان انا شبعانه بساعات طويله؟ انها لازم تستخدم معانا كورس بيستا من بيستا، من ألبا مالتي فيت، من الجرين كوفي، من فيتامين دال. تقدر تتكلم عن طريق الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، وعندنا فريق طبي هيتابع الحالة بتاعتها كل أسبوع. هتلاقي نفسها خست، وبعد ما هتخس هتلاقي نفسها واحدة تانية. وخلي بالك التخن بيجيب اكتئاب زي ما قلت، ان ما بقاش فيه بوزيتيف انرجي. فهي أول ما هتخس هتحس ان الحياة معاها اختلفت تماما تماما. حلو جدا. احمد عصام وزنه 162 ووزن وطوله 175، عنده 38 سنه، واخد الكورس ماشي عليه بقاله اسبوعين وبينزل في الوزن، بس عاوز يعرف هحتاج امشي عليه لحد امتى وازاي اثبت وزني بعد كده. هيحتاج يمشي عليه لغايه ما الكيلوهات اللي هو عايز ينزلها بينزلها. هو مبدئيا 162 ووزنه 175 وطوله 175، هو المفروض الايدل يبقى قد ايه؟ لا لازم كنا لا لازم احسب كتله الجسم. يعني مثلا الراجل يبقى 75 مثلا 75 ممكن كيلو ممكن او اكتر سنه، عشان نقول 80. هو عنده كتله عضليه اكتر من الستات. أوكي. فبنعلي شويه الوزن بتاعه. هيمشي على كورس بيستا. ازاي يقدر ده عايز يخس بتاع 80 كيلو يعني؟ ده مشكله. ده هيخس انسان شوية. ده هيخس انسان. ازاي هيقدر يعمل على ثبات الوزن؟ ان هو احنا عندنا كورس تثبيت بعد ما بيخلص، ويا ريت برضو يلعب رياضه، ويا ريت مع الكورس ياكل اكل صحي، ما يعتمدش زي ما انا قلت، ما يعتمدش التركيز على النشويات. لازم النشويات تبقى بحاجه بسيطه، يكتر الفيتامينز، يكتر الالياف، ويكتر البروتين في اكله. بعد ما بيخلص الوزن اللي هو عايز يخسه بيمشي مع كورس التثبيت اللي بتطلعه شركه بايو ناتشرالز. اخر حد باعت منار السيد بتقول عندها 26 سنه وزنها 85 كيلو ومشكلتها في دهون البطن، تعمل ايه؟ دهون البطن هي على طول بقول هي اخطر دهون، واكتر دهون بتاخد في وقت في النزول. فهي هتبتدي في كورس بيستا، ممكن ما تنزلش دهون البطن، ما تنزلش من اول اسبوعين، بس لازم تمشي على الكورس. يعني ما ينفعش تاخد النهارده وما تاخدش بكره، او تاخد النهارده وبكره وما تاخدش اسبوع. لا، الاستمراريه يعني لازم تستمر على الكورس، ولو تقدر تعمل رياضه مع الكورس هتلاقي نفسها دهون البطن عندها خس. هو ممكن حد ياخد بيستا كساشت مثلا في انا جعت، ما انا فطرت وبعد خمس ساعات ست ساعات جعت جدا، ممكن اخده واكتفي بيه؟ طبعا ممكن. يعني ممكن يبقى بدل وجبه بعد يعني انا لسه هتغدى مثلا الساعه 3 وجعت الساعه 12. على فكره دي حقيقه. احنا دايما عشان بنخلص الساعه 12 الظهر بنبقى فطرنا الساعه 7، فباجي انا بعد الهوا دايما جعانه، وبعدين الغدا لسه بدري عليه. ممكن قوي، لان بيست عباره عن الياف. يعني انا جعانه جدا دلوقتي. خدي بيست على طول. بتكلم بجد، هتقعدي فتره لان هو كله الياف. أوكي. فمش هتحسي انك انت، هتلاقي نفسك جعانه بس مش قوي، ما فيش الشراء. يعني ممكن يعوض الوجبه اللي هي السناك مثلا. طبعا. حلو قوي. الوقت بيجري والله. والله الوقت نورتينا يا دكتور دينا. وهناكد بس ان الارقام اللي على الشاشه هي دي اللي من خلالها ممكن ان هم يطلبوا كورس من شركه بايو ناتشرالز، وبيبقى فيه متابعه. صح. وبيبقى فيه كمان ديليفري لاي مكان في اي محافظه داخل داخل مصر يعني. نورتينا يا دكتور. نشوفك ان شاء الله بقى الاسبوع الجاي، لان النهارده اخر حلقه يعني في هذا الاسبوع اللي 10 الصبح في الاهلي. نشوفك ان شاء الله على خير، وكل التوفيق النهارده للنادي الاهلي اللي دايما بفرحنا، وبادئ موسم اكثر من رائع سواء محليا حتى او افريقيا. بالتوفيق ان شاء الله، نشوف مباراه حلوه اداء ونتيجه. واحنا ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم انا وكريم، حلقه جديده و10 صبح في الاهلي. مع السلامه.